أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم بأكيد أكيد مايسترو وأكيد مع نيشان. مساء الخير. قبل ما ابدا بالتعريف على عن ضيفي لهذه الليله من اكيد اكيد مايسترو، خليني اقول انه امبارح واليوم اتصلت الكثير من الاتصالات من اهالي واولياء امور او اولياء ايضا جمعيات الصم وضعيفي السمع. اول شيء شكروا نانسي عجرم على الفيديو كليب الجديد والاغنيه الجديده احساس جديد يلي بتتناول في مواضيع او شان الصم والبكم. انا اصريت امبارح انا وعم بقول صم وبكم، ولكن اليوم اتصال من السيدة ريفا كوستانتين يلي هي مؤسسة جمعية أولياء الصم وضعيفي السمع، قالت لي لو سمحت نيشان ولكل المشاهدين نحن منقول الصم وليس البكم، منقول الصم وضعيفي السمع لأنه الأبكم هو اللي ما بيقدر ينطق أبدا. فشكرا للملاحظة، اقتضى التصويب وأنا بحييهم كلهم. ومثل ما ناسي قالت امبارح يعني منحبكم كثير نحن كمان من أكيد أكيد مايسترو. هكذا رواد انطلوا تزدان الشاشة بلمعة عسجدية من ذاك الزمان الذي وإن غيبت نجومه تبقى نتاجاتهم صدى لا يقوى عليه صخب مبهم لحداثة فيها المفيد ومنها المدمر. في حنين لا يفسر لكنه ضروري تسأل عنه، عن الزينة التي جالت بخلخالها بأغنياته، عن الوجع الدفين الذي ترجم بآهات في مواله، عن ربابة دقت وكانت حبل الوصل بين الخل وخله، عن وعن وعن أغنيات وحفلات ومسرحيات ونجاحات في الوطن وخارجه، إلى أن ابتعد عن أضواء لم تعد تشبهه كما يقول، عن وسط آلمه من دخلائه، عن زمن جميل خلى به على قارعة الطريق والمشوار طويل والعمر مديد. الليلة عمره وفنه وكفاحه وتجربته ملك لجمهور، جمهور أكيد أكيد مايسترو يسترجع معه أصفى الذكريات، وجيل جديد حقه وواجبه أن يطلع ويتعلم ويكرم رائدا من رواد لبنان من أعلام الفن اللبناني الحديث، ويمنحه وسام شرف برتبة كبير من وطني لبنان. إنه المايسترو، من زمان ما شفناه اشتقنا له كتير، الفنان الكبير سمير يزبك. مساء الخير. يسعد مساك. تفضل. يا هلا يا هلا، كيفك نيشان؟ أنا كثير منيح. يا أهلا. تفضل. شكرا شكرا. يا رب. لما قلنا سمير يزبك قال له سمير يزبك بلبنان؟ سمير يزبك بالوطن العربي؟ سمير يزبك وين؟ أول سؤال بيطرح لوحده هو، يعني بيفتح تمه السؤال وبيقول لك وينك وليشك غايب، طولت كثير، وكيفك اليوم؟ احسن من امبارح واحسن من بكره الحمد لله. وين هالغيبه؟ بالجيبه. هلا الجيبه بنحكي عنها بس خلينا بالغيبه. يعني الغيبه مجبر اخاك لا بطلة. انتوا الكبار لما تغيبوا بتلوموا إعلام، بتلوموا وسيلة إعلامية، بتلوموا جمهور، بتلوموا متعهدي حفلات، بتلوموا بتلوموا، بس أنتوا وين؟ نحن كيف فينا نلومكن على غيابكن؟ أولاً الله يسامحك على هذا الاتهام الخطير. خليني بلش باتهام لكن أيها المفكر الخطير أنا بعتبرك. نحن مغيبين حبيبي مش غايبين، في فرق كبير. هذا الفخ اللي وقعت فيه ما برد لك اياه انا لاني بحبك مثل ابني. لا بدي مش فخ، بدي اقول لك انه انتم بتغيبوا وفي جيل جديد بيشتغل ويعني وبيجتهد وبيعمل المستحيل تيبان، انتم بتبتعدوا وبتقعدوا بكل واحد منكم. حبيب الاجتهاد انواع وطول بالك علي وخليني اشرح لك بالمختصر. انا قناعتي مغيبين. الفن
له اجتهاد واحد فقط لغير شو ما. تغني من قلبك وتعرف تختار الكلمة وتعرف تختار اللحن وتغنيه لجمهورك اللي بيترك بيته بيحضرك من قلبك، ما له غير اجتهاد. أما ما تبقى من ألعيب وراء الكواليس هو ما بيمرقوا على سمير يزبك. سمير يزبك هودي من زمان نسيهون، فلذلك بقول الله يسامحهم والله يهديهم. مش كرامته، كرامة الأطفال هالجيل الجديد عطوفا صح حرام. نحن اشتقنا لك مشان هيك عم نقلق. أنا مشتاقكم أكثر. فكرك إنه أنت صوتك لو بيبقى كل يوم على الإذاعات والتلفزيونات وأغانيك مش مدرسة أنت؟ يا مش مدرسة أنت؟ مش كل موال من مواويلك إذا حدا غني مش بيتعلم بالكونسيرفاتوار بيعلموا مواويلك سمير يزبك؟ قديه شفت برامج بلبنان؟ كم برامج طلع؟ استوديو فن، سوبر ستار، أكاديمي ستار. في فنان أو فنانة ما غنوا أغاني سمير يزبك ومويله؟ أكيد. طب ليش ما بنبعت وراي كمان بعت ورا غيري؟ ليه سمير يزبك لا؟ أنا قاعد ببيتي بيني وبين ضميري، ليش لا يا جماعة؟ فلان عم بغني لي مويل مكسر وعم بيرجع بيحاول يلحنه على ذوقه. وأنا قاعد بالبيت عم بتقطع. طيب يا عمي أنا بزماني طلبتوني لبيتكم مرة واثنين وثلاثة. ليه فرد مرة لا؟ ليه؟ في محاربة أديبة جديدة. أكيد. في محاربة. وبالفرنساوي أكيدومون. أكيدومون. حبيبي أنت. طب ليش ليش لإلك سمير يزبك؟ يعني أنت فنان كبير. أنت هلا قلت عندكم مغيبين. نعم. ما قلت أنت مغيب. في كذا فنان كمان انظلموا. غيرك؟ ما أنت عبارك عم بتقول هلا. انت قلت بالجامعة مثل مين يا سيدي؟ انت قلت خليك حلانيتك انت، شو بدي انا هلا؟ خليني احكي عن حالي هلا. طيب بعدين نحكي عن غيرنا. طيب شو هالحديث هذا؟ انت شي مرة سمعت الهاتف؟ طيب انا بدي اسألك سؤال. قلت لحدا ليه انا مغيب ببرامجكم بي 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 بي؟ نعم. اخذت سمعت الهاتف لهالبرامج الهوات اللي عم تقول، قلت لهم انه طالما بيغنوا اغنياتي طب انا وين؟ مش عم اسمعك، علي صوتك. كرامة الفنان ما بتسمح له؟ يا عيوني يا حبيب قلبي يا نيشان. قلي بتعرف انت الناس ليه حبوك؟ لانك بمقابلتك مع اي فنان مع اي شيء عم بحسوك عندك كرامه وذوق واخلاق. عيوني انا لحنت موال شحات. بس انا شحت الغزل اللي بحبها، بس اني روح واقف على باب التلفزيونات والاذاعات اشحد، هاي مش هيك علمونا الاساتذه تبعنا. علمونا يكون عنا عزه نفس، علمونا نغني من قلبنا، علمونا ننحني للجمهور. علمونا نركع لله بس، والركع على غير الله ما بتزبط. انا ما فيني العب هون. هودي على راسي وعيني سمير يزبك، وانت قدوه، قدوه بتصرفاتك، قدوه بسلوكياتك. انا وياك هلا قاعدين هون بلقط عم بحديثك مش هيك؟ رح كون واضح معك. قلت لك بعتبرك مثل ابني. انا قاعد معك هلا مش مصدق حالي قاعد معك. انا امتين انتو عطيتوني علم وخبر لهي المقابله مش امبارح الساعه 6 بالليل وبعدني لهلا بلا نوم انا بعد هالغيبه الطويله؟ طيب كيف بدي اقابل جمهوري؟ تصور سمير يزبك امبارح 6 بالليل عرف وهلا انا مع برنامجك الحلو. ما بدك اني انا اكون خايف واتفاجئ كيف صارت هاي واسال كيف وكيف؟ احنا كنا حكيم بالموضوع من قبل رمضان. عيوني حبيبي حكيم بالموضوع قبل رمضان. رمضان كريم قبل كل شيء. اي او اذا رمضان كريم قبل كل شيء بلشت بدعاء لك، بلشت بدعاء رمضاني حلو بصوتك هيك كرمال. يا سيدي انا دون المستوى اني اقول دعاء بشهر رمضان. بس انا في عندي ورده حابب اقدمها للمشاهدين الكرام. شكرا. ولاخواننا بالبلاد العربيه، وشهر رمضان الفضيل، شهر البركه والخير والصوم، يكون صوم مبارك ومحبه، وإن شاء الله يا رب يخبرونا أخبار حلوة إن شاء الله. إذا مش كرمالنا كرمال أطفالنا ومنقول يا رب هلا. يا رب. يا رب يا صانع الأقدار، يا رب يا حافظ الأبرار اللي كانوا للوفا كرم أشعاره، يا رب
انت النور والانوار، تقبل دعاء من القلب اوطار يا رب، تحمي الوطن من نار لك نار التفرقة اللي بتهد أسواره يا رب، تحمي الطفل والجار والجار ما له سوى جار يا رب، فرح ورود صغار عز الوطن هي في بهجة صغار يا رب، رجع طير يلي طار حزين الروح قلبه على داره يا رب، عزي يتيم الدار ويتيم القلب هي عزز دياره يا رب، يا صانع الأقدار خلي المحب ترفرف علينا وبيت السلام نعمر حجار. شو بدي أقول؟ أمين أول شي خليني أقول، و يصح لسانك وصحة حنجرتك ويصح صوتك يا رب. الحمد لله، الحمد لله، الله أعطانا الصوت والحمد لله حبب عباده فينا نعمة تانية، فلذلك هالمحبة هيدي دائما لازم نتواجه معها نحن بمنتهى التواضع، جمهورنا من قلبنا نغني له ونكون صادقين مع ربنا باب أول، ونكون صادقين مع اللي بحبونا واللي غيبونا واللي بعد بدهم يغيبونا، بقول يا رب يا رب بجاه الشهر الفضيل انك تهديهم وتسامحهم. وزينة لبست خلخالة، في الجيل الجديد بيعرفوا انه هالاغنية لك صراحة صدقا يا خي، ما هي اغنية شو اللي رجع لي فكرك الامل لقلبي نشان، هذا من اسرار حياتي. هلأ بتطلع على التلفزيون، انا بحب الرياضة كثير، شو في برامج، مين عم بغني الغنية، كيف متجهة العالم، شو عم بتقول، بدك تعمل استفتاء لتعرف بدورك شو بك تحضر. انا صار لي 20 سنة مغيب، هاي الحقيقة. باحد الليالي عم دور على احد المحطات وهيدي صدق، يعني هاو ثلاث احداث خلوني ارجع انا افكر بالفن، رجعوا لي الامل لقلبي. شو صار؟ في مطرب بتركيا اسمه ابراهام، عاطينه على شهر لهالفنان العظيم، صوت ولا اجمل من هيك بالدنيا، كل يوم هو بيستضيف فنان ضمن برنامجه، بساعد بتلاقي عم بحضر هيك عم بغني هالمطرب، صوت عن جواب النوى، بغني صوته ميلي ما بيلعب، مرتاح ابراهام معروف بالعالم كله. قلت سبحانك يا رب سبحان العاطي، واز بيخلص في 10-15 ألف متفرج معه بالبرنامج عم يحضروه لايف، بفوت فنان كبير بالعمر، اول ما فات هالفنان كبير بالعمر بنخ ابراهام ببسل ايده، صفنت انا هيك، قلت هالفنان العظيم ابراهام ليك كيف تواضع ونخ وبيس ايده لهالزلم الختيار، يعني ما انه ختيار عجوز بس انه اكبر من ابراهام. انا شو قدرت، يا مثلا استاذه كان او من الاهل اللي درسوه احد اللي علموه، واذ بتفاجئ استقبلوا الجمهور استقبلوا بقوة وبلش بموال، بس عم يحكي بلغة انا ما بعرفها، يعني اللغة التركية،
لك يا عمي انا هاللحن هذا لالي، هذا مو انا عامله. اف كيف؟ طب شو عم بقول كلام ماني فاهمين؟ واسمعه بزق من اللي بحبه قلبك وبفت لك باي غنيه. بويلي ويلي من حب ويلي. اف بالله العلي العظيم القدير على الحقيقه. واذ بتفاجئ كمان ابراهام بياخذ الطبل، ابراهام المطرب الكبير وبدق معه لهالختيار على الطبل وبيطلع لك شي 2000-3000 بنت على الدبكه وفي بالصاله شي 20,000 وانا قاعد ما شفت لك الا دموعي كره. قلت يا ربي والهي بتركيا عم بغنوا لك اغانيك وجمهور مؤلف من 20-25,000 بني ادم وعم بغنوها بالتركي وانا ببلدي عم بتغيب. اجتني سفره على اليونان، عزموني احد اصدقائي بمنطقه اسمها كليفادا، مطرب يونان الاول بيرحب فيي كمان وبتفاجئ انا بطلع بغني انويه دقي ربابا وعيدوني 5 مرات باليونان، قبرص، باريس، لندن يلي انا ما رحتهم، امريكا، استراليا، اغاني بالعالم وانا ممنوع. طب انا خليني اسمع اول تضمير على الكوع. خليني اسمع لو سمحت دقي يا ربابا ولا زينه لبست خلخاله. خلخاله يا سيدي خلينا نغني لك. يلا يلا انا فشيت خلقي هلا لا بعد بدك تفش، بس هلا بدنا نغني بدك تفش بعد خلقك. شو انت حابب تسمع قبل؟ بحب انا زينه لبست خلخاله. حلوه في معقول المره من دون ما نغني لنا بيت عتيبه يعني؟ يلا يا باي قالوا مي جنى ويا مي جنى ويا مي جنى يا روح روحي وسلمي أحبابنا أحبابنا قالوا حبابي كانوا بربعتي حوالين شدوا عصابي كانت حوالين حبابي كانوا بربعتي حوالين شدوا عصابي كانت حوالين وقدر ما الليل ولك قدر ما الليل يا ليلى حواليل ولك عند سواد حظ الليل شاي يا 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 روح روحي وسلمي أحبابنا أحبابنا الزينة لبست خلخالة وصارت تتباب حالة كل ما تتلاقى بخيال تقلو يا خيال انزال الفرس بدها خيالة مشيتها مشيت غزالي لفتتها لفتت خيالي وعجبين القمر بلالي سبحان الخالق جمال وكلمة تتلاقى بخيال تقله يا معطر انزال الفرس بدها خيالة. هذه الأغنية من كلمات توفيق بركات الله يرحمه ألحان جورج يزبك الله يرحمه ألحان جورج يزبك كمان الله يرحمه. خلينا نبقى مع التقرير سمير يزبك، تقرير هذه الليلة كمان معاناة الليلة الحجة فاطمة. الحاجة فاطمة تعاني، بتعتبر بأنه رسالتها بالحياة بعد ما خلصت وهي عم بتكافح فقط كرمال أسرتها كرمال أولادها بالتحديد. الإيمان عندها موجود لتتغلب على كل الصعاب. هذا التقرير عن الحاجة فاطمة من إعداد ماريات يونس وإخراج رنا ظاهر. لما بيخلق الواحد ربنا بيكتب له قدر ونصيبه.
المثل بيقول أهلك ما علموك الدهر بعلمك، وهي الحياة مدرسة كبيرة وواسعة ما بيخلص فيها الواحد، قد ما بيعيش قد ما بيتعلم منها. وإحنا جينا على هالدنيا رسالة ما حدا رح يخلد فيها، وما حدا فيه يعرف أيمتى بيموت. لما بيكون عنده إيمان الواحد، لأنه هيدا شيء من عند ربنا، مش لا بإيدي ولا بإيد حدا، وهيدا ربنا بعت لي وهو أخبر فيه. رسالتي للإنسان إنه هو لازم يكافح، ما يوقف مطرحه، ما تكون في عقبة بحياته يقول انتهت حياتي فيها لحد هون. الحياة بعد فيها كتير ولازم يستمر. أهلك ما بيعلموك الدهر بيعلمك، هيك؟ مشان هيك بالمدرسة بيقولوا كمان إنه نحن المدرسة ما بتكفي نعلم، لازم الأهل كمان بالبيت يساعدونا زائد الدهر، يعني ثلاثة بيكملوا بعض. بالنسبة للحجة فاطمة بستأذنها إلا شغلي هي راهب علمني إياها وقت المحنة الصعبة اللي كنت مارق فيها. قال لي يا ابني واشدد يديك، واشدد يديك بحبل الله معتصما، فانه الركن ان خانتك اركانه. نحيي الحجه فاطمه، شكرا لك على هالدعم، نتمنى لك الشفاء والعلاج. حجه فاطمه، بعد الفاصل رح نعرف شو كانت المحنه عن سمير يزبك. عنا كثير لوم وعتاب وملامه منه، لا ولا ولا بدنا نسمع صوتك كتير اليوم. كل الأغاني يلي عم نسمعها بأصوات غيرك ما نسمعها منك أنت سمير يزبك، مع هذا الكبير من لبنان. بعد الفاصل بأكيد أكيد مايسترو. عالطفولة دغري. ركض جيت لمطرحي. يلا ها عملك بس ولا يهمك، هون بدنا ننزل. ايوه وهيدي القهوة. اوه سكر كتير، تفضل. يسلم وديتك، تسلم كتير قهوة، تفضل. صحتين. أول شي فرجيني هيدي اللي بتلقطها بإيدك، فرجيني إياها. هاسس؟ ايه سلسلة بسيطة عند الحال. ايه بس عطول يعني عندك اياها على طول، بيسرقوا لك اياها. الزينة لبست خلقالة في الاوزان الموسيقية، بس ما بتتخلى عنا. لا ابدا ابدا. هاي واصبط الصيد، هاي واصبط الصيد، اثنيناتهم. ولد سمير يزبك برمحالة، قضى علي ب 18 مايو ايار 39. نعم. 1939. يعني صاروا اسم الله يرسون كارسون يسوني فاسون نيسونين هاريورين 42 هيريك 66 42 اسم الله 66 سنة. الواحد بس يكون عمره 66 شو بيقول عن حاله بس يطلع بالمرايه؟ كبرت، شخت، نضجت، بعدني شاب، شو بيقول؟ وشو تعلمت؟ وقد ايه ناقصنا علم؟ حلو حلو حلو. شو بدي اقول؟ والدك ميشيل يزبك. نعم. والدتك هندومه. نعم. توفت كان عمرها 41 سنه. اي نعم. صعبه انه الواحد يفقد امه، تكون امه صبيه. الدنيا ام. الرسول صلى الله عليه وسلم محمد قال ان الجنات تحت اقدام الامهات. صح. اعظم قول ممكن ينقال بتاريخ البشريه. صعبه كانت الفتره أكثر. الفترة هيدي ومرحوم بي بعد 4 سنين، 53 سنة. هالفترة هيدي يعني كان عندي أنا طوبى للحزانة أنهم يعزون السيد المسيح له المجد. قال عزائي أول شيء ربي أنا، لأنه دائما بستنجد فيه، ما لي غيره، وغيري كمان ما له غيره. ما فينا بدون الله، ما فيش حياة، فيش شيء، العدم أحلى.
اختي وقفت لها جنبي. شوف إلدا، انت وإلدا بطفولتك حبيبة قلبي. اختي اختي هي الاخت وهي الصديقة وهي لعبت دور الام وبعدها لهلا هيك. اختي باصعب المحن، اختي تعلمت ودرست منيح وكان عندها وظيفة كثير محترمة، لبسة ما تعطى لهم اجار البيت يا خيي، ما تعطى لهم الاكل، ولم تزل غيت هالتكة صدقا عم بحكي وما عم بالغ ابدا، والحمد لله يا رب. الله بفضله التقيت بشريكة عمري من ضيعتي ام امير حنان، زوجتك الفضل. زوجي واكثر من زوجي، ناقدة صديقة حبيبة ام شو بدك. رح نحكي عن سيدة حنان بالقلب جوا، بس قل لي كانت اول صفعة شو ننطر كانت اول صفعة بحياتك لما راحت الوالدة من الحياة؟ الوالدة والوالد اثنيناتهم. قبل كانت المرحومة امي تخبرني على المرحوم خالي، كانوا يغنوا مع بعض دويتو، لأن المرحومة امي كتير ساعدتني. كان صوته حلو اكثر من حلو. كان حلو ها؟ اكثر من حلو. تغني لك مرحومة امي؟ انا ولدت بالبرازيل وعشت 18 سنة هونيك. كان بمنطقة اسمها مارانيون على حدود الامازون. فترسم صوت حلو واصول. لما بلشت تمرني تعلمك هي تمرنك؟ ايه فول صح، ما تنغر الاشياء المنكرة اللي عيني بعود عنها بحياتك، كل شيء شاذ بعود عنه، لانه هود بتاخده معك على القبر، صيت بيطلع لك عاطل ما فيك تمحيه، ما في شيء بيمحي لك ايه. يعني البيت اللي بتفت له حافظ عليه، ما تحكي على زملائك، لسانك خلي يكون دافي، واذا سمعت شيء ما توصل اخبار سيئه للاخرين. يعني ما تكون صاحب نميمه تعمل فتن بين اثنين، وهو انا بكرههم، مسيح الجوخ والكذاب. طيب هودي الاخلاقيات يلي كسبتها هودي عيوني من ضمن حياتي. كانت امه صديقه وموجهه، وهي اللي شجعتني اني فوت على المعهد الموسيقي يعني بكل جوارحها، ودخلت معهد الموسيقى. شو علمتك هي شو كانت تغني؟ المرحومه امي كانت تغني ابو الزلف، إذا غنيت هون بهالمنطقة هيدي صدقني بتسمعها ساحة البرج، صوت قوي كثير كان الله يرحمه. المرحوم خالي كانت هي تخبرنا عنه، لأن المرحوم خالي كمان توفى عمره 33 سنة وحيد، مات بحمى التيفويد. المرحومة أمي سخنت فيها كمان الله يرحمها، والله صححها منها وعيشت، عيشت 25 سنة. بهالفترة هيدي كانت المرحومة أمي بالبرازيل، أنا مغنى بمهرجان تبع الباط سنة ال 71 61 بمهرجانات البعلبكية، والسيدة فيروز أخذتني من الصالون، أنا كنت أشتغل حلاق ستاتي كنت حلاق ستاتي؟ إيه، وأشتغل وأدرس بالمعهد الموسيقي. ومين كان يشجعني كمان؟ صاحب المحل جوزيف عتيق. جوزيف عتيق الله يطول بعمره، وكان مستعد كمان يسجل لي ويعمل لي أسطوانة، لأنه إمكانيات من الديز أنا صفر. شو عمل؟ سجل لك صوتك؟ لا، إيه سجلنا على مسجلة السيدة فيروز عم تمشي شعرها، وبالصدفة مثل ما قلنا هلا اليوم معك بصدفة، في خيي جورج عسافي بيحكي عن صدفة أول حلو كتير. لازم أذكره لجورج لأنه فعلا هذا حبيب قلبي وشاعر كبير. الشاعر جورج عسافي وبعتقد سمعته طبعاً وأزهلك. بقول صدفة التقينا على الدرب وسبقتني بالعوافي وقلت لي مرحب يا شاب، قلت له يزيدك عافي، وبعيونها في نبعة حب وعخدودها الورد غافي، ولكو بلحظة سرقت من القلب ودفعت حقه عوافي. شوف القصة كيف هالقصة بالغنية عم تروح. هلا بعدين بنحكي عنها. خلينا سجل لك صوتك جوزيف عتيق، سمع صوتك مختصر مفيد. سيدة فيروز كنت تخاف تغني قدامها؟ لا شو سيدة فيروز يعني خاف هيدي كلمة خوف ما بتعبر. شو الغنية اللي غنيتها وسمعتها؟ بتذكر كنت يمكن مسجل ولو أول ما كان عملها لوديع الصافي، مطرب المطربين العملاق الأستاذ وديع الصافي. بتذكر هيك كم شط ايده، قلت له عد ليها قلت له مين؟ قال له لك ونو مين مغنى من الشب. كان وقت الله يرحمه عاصي الرحباني طبعا الله يرحمه ويطول بعمر الأستاذ منصور والياس، ويخلي لنا زياد الرحباني كمان العبقري فنان كبير. حيوا لياسر الرحباني ومنصور الرحباني وزياد الرحباني. طبعا كلهم عائله الرحباني عائله فن راقي. انا بلشت معهم كورس سنتين وبقول كورس بكل فخر،
صرت كذا مرة مكررة وياما تعلمت شغلات بالكورس ياما. فدغري قال لي شلاح البرنوس، صدق أنا هاي القصة. وأخذت أنا الترين ورحت على آخر خط المنارة، سمع صوت المرحوم أستاذ عاصر رحباني وقاعد صبر الشريف كان الله يرحمه، وأستاذ منصور الله يطول بعمره، وهذا أخ 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 وهي كانت. سمير يزبك، في شيء اسمه قفلة صح؟ طبعا بالغناء. لكن كيف بيقفل صح الفنان؟ بدك تقفل القفلة مثل دقات قلبك. إذا قلبك غلط وقف راح. القفلة مثل القلب. اليوم قديه في ناس ولازم تطلع من القلب. اليوم قديه في ناس وقف قلبهم؟ لا من القفلات الغلط يا سيدي. لا لا سمح الله، الله لا قدير. شوف عيون الفنان المبتدئ، حرام. بأفلام والت ديزني في منظر تعلمت منه ويا ما نقصني علم. نسر وزوجته النسرة راحوا اصطادوا واجوا عاملين البيت تبعهم القش بأعلى منطقة، وإذا بشوف أنا الأمية والنسر قاعد حارس عم يتفرج عم تشيل الأكل، وين ما حطتهم حدنهم للأطفال بيتموا. الطفل بيرضع من سدي أمه. فالطالعين جديد بالفن الجوارح كمان نفسه تبقى جوانحهم صغير عيوني، لازم يوجهون بالفم، لازم يشجعون ويطعمون. ماذا مش تغري يقضوا عليهم. خليني اسمع أنا ولو كيف كنت. أنا نسيها صدقني. نسيها. إذا بدك حتى هذا فيني حب اسمع منك ولو هيك تعرف كيف غنيتها بالـ 61. صدقني يعني شو عم تتصور انت عم تحكي 61 ولو لل 2006 ولو سنة. ولو ايه ولو. طب فينا نعود مثلا بقى الله يرضى عليك يا ابني. يلا بس انا بكل فخر. قل لي القفله. القفله هيك بس توصل على القفله قشر لي اللي هون عم بقفل وعم بقفل كيف. ايه بدي اعمل مطرب ومايسترو. انت مايسترو. ما انا بقلب المايسترو. انت اكيد اكيد مايسترو سمير يزبك. نحن اقل الناس. تفضل. طبعا هيك مطلع صغير تقديرا لحبيب قلبي وبعتبره انا ابن روحي واستاذ من غنى في الشرق العربي للكبير وديع الصافي. حبيب قلبي، خلينا نقول حبيب قلبي. الله يرضى عليك يا ابني، ظهري انكسر والهم دوبني، خود ليلى بنت ضيعتناها ترتاح معها وما بتتعبني. الله 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 يرضى عليك يا ابني يا ابني. خود ليلى بنت ضيعتنا بنت عيلي مثل عيلتنا، لك اسمع مني ولا تجاوبني. الله الله يرضى عليك يا ابني يا ابني. شكرا. قضيت فول تربين. وانا بعتذر يعني ناقصه بس الامكانيات هلا. حي من حي وديع الصافي. طبعا حي صوتك. قضيت فولتك بين الاشرفيه وبرج البراجنه، رمحاله و النعمه. قضيت فولتك. اليوم بس تتذكر هالمرحله كلها. نعم. اجمل شيء بتقول اه يا سمير هل حادثه او هالضيعه او هالمنطقه او هالطرفه هون طفولتي الحلوه. طفولة إن لم ترجعوا مثل الأطفال فلا تدخلوا ملكوت السماوات. سيد المسيح إلى له المجد. الطفولة منا نوع أو اتجاه. الطفولة كلها عفوية. هون أسرق كوز رمان، هون أقطف لك ليمونة، هون عربش على صنابرة، هون أسرق لي عنقود عنب.
كنت انا يجوا اولاد عمتي، انا المرحومه عمتي مجوزه على النعمه فمثل امي كانت، وربيت بطفولتي فتره كبيره انا اولاد عمتي يلي هن فؤاد الكبير وسيمون ومخيل وموريس. موريس الصغير تقريبا من عمري بكون بيو لأمير يزبك الفنان اللي عم بيغني عم تسمعوه دايما، نعم الفنان الصاعد، نعم وسمى اسم أمير أعجابا بهالاسم. قلت له يا خال سمي بيو ابن عمتي، وحاولت ساعده أنا ضمن المستطاع ووجهه أنه كنت لازم أنت يغني. كنت وحيد بالعائلة يعني وحيد صبي وحيد، وكنت وحيد كمان لأنه بمدرسة بالداخل كنت أنت. أنا درست حطوني أهلي وقت الحرب العالمية الثانية عيوني حطوني أهلي بمدرسة عنطورة، ضليت سنتين سنة مارليس شوية كمان برني شوية بدور شوية هن اثنين مارليس عليهم السلام حط بعض بسان تريز سنة ونص ديتلي. مدرسة الدحداح مدرسة الدحداح يلي هي جنب مدرسة اليسوعية يعني الحائط على الحائط، وكان في هونيك بجوا بلادنا مطبع المطبع الكاثوليكية، فكنت أنا فوت أخدم القداس كل نهار خميس للخوري باليسوعية باعتبار يعني الحمد لله يعني الله صوتي بيقدر يخدم القداس. بس بالمدرسة ما كنت كتير يعني هيك يه 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 ما كنت مركز يعني يقول لك لبرا لأنه هو يشرح أنت تغني معيش خبر بابا بابا ضمي بو 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 كسرة بي 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 وأنا عم دقدق على الطاولة أعطوني شحطة. ليه حطوك أهلك داخلي؟ حرب العالمية الثانية في هالكلمة شو بكره شو بكرها مش إنه يعني بكرها، أنا ما بحبش قلبي يحمل كره بقلبه بعيتي بس ما بحب قلي الحقد يضل بقلبي. صورة ثلاث أحلف حرباء يخرب بيت هالريب النص شلوة لقم حوى من القاموس وحطوا حرفين حطوا حيبة ولزقونوا ببعض وشو بيطلع معكم. كان في ثلاث أشياء سمير بس لعبة حلوة كثير حلوة بلا الريب النص وحب. كان في ثلاث أشياء الناس يهربوا منك فيها وهي بالضيعة شو كنت تعمل؟ يسكروا شبابيك النسوان يا وين خلي عجين ودخل شقوة ناديل الكاز كنت نقفة بالنقافة بالنقافة تلعب بالعجين كنت يا بيلي وجرس الكنيسة حزن وطنعي ايه؟ اسم ريته صارت معي بالنعمة أنا كنت عند ولاد عمتي بحب دق الجرس من أنا وصغير بقى شو حبل الجرس ما فيه شو فيه برا ليتر ولد صغير طفل 12 13 سنة 11 سنة كمان دق حزم بيجي واحد بي 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 بي. قال لي يا ابني مين خير مات؟ قلت له أبو فلان. طلع هو يا بي وين مهلك وين ياخدوك عني بك موتني أنا طيب ما عرفت كيف هربت وبعدهم لا الله بيحكوها بالنعمة يا عيوني. قلت لك الطفولة منا موقفة على مرحلة وحدة تلعب بالقلة يا ما لعبت بالقلة البزر بالجورة يا ما لعبت مع البنات نط على الإكس معهم عرف مني كيف؟ كان استاذك بالكونسيرفاتوار وكانوا ياخذوني على النعمة كيف ولاد عمتي معلش أنا ما بحب نط كمان. كانت مرحومة أمي توصيهم بتعرفوا قصته لسمير مرة حضرتك قلت لي بتخاف قلت لك شو جايب أنا زايد العمر أو حنا للياس بأحد مقابلاتنا يلي بعد ما نزاعد إن شاء الله بزعوها أنا من خلقتي أذني خاطرك مع السلامة بس ماني يقسان صحيح عبرت عن إحساسي وضيقت بس مش لدرجة اليأس إيماني بالله كبير وبرجع بكررها واشدد يديك بحبل الله معتصما فإنه الركن إن خانتك أركم بعض ربنا لهلأ مشتركني وكتر خير ربنا ومحضيني ربنا بولاد حلال حبوني وعطفوا علي ووقفوا حدي وساعدوني الحمد لله. والدتك هي اللي نصحتك انك تدخل ايه طبعا المعهد الموسيقى كان استاذك والد الممثل كمال الحلو ايه الله يرحمه الاستاذ سليم الحلو وكان معي بالكونسيرفاتوار الاستاذ سليم الجردي وكان معي الاخ عصام رجي الله يرحمه ويرحم تراب نزل عليه وعدة فنانين يعني كنا مع بعضنا وبهالفترة هيدي
انا عم بشتغل حلق ستيتي وبالصدفه التقينا على الدرب. ست فيروز اكرمتنا وشجعتنا واخذتني على مهرجانات بعلبك وغنيت سنتين معهم ببعلبك بالكوراس بمسرحيه 1961 مسرحيه البعلبكيه وسنه 62 بمسرحيه جسر القمر ببعلبك. وعلى ذكر بعلبك نعم. بأستأذن ذوقك قول لكل أهلها من بعد الحرب الأليمة ألف الحمد لله على السلامة. وسمير يزبيك ما نسي فضلكم عليه ولا نسي الأمبريس ولا نسي العسل ولا نسي الجوز ولا نسي الضيافات عندكم فوق. شعب بعلبك كريم ومضيف إلى أبعد حدود فبتوجه لهم تحية وإن شاء الله كل أيام منحية اللي بعلبكية كلهم. لحن لك عصام رجي الله يرحمه غنيتين ويلي واحدة من كلمات ميشيل طعمة بتقول طلت أم عيون السود وقالت سعيد يا جار وأنا شفت عيون السود وكان في عندي عقل وطار. اسمح لي من الميكروفون تفضل إكراما ذكراه تفضل لروحه رفيق العمر عصام يلي أنا كثير قصرت معه. التانية كانت ويلي ويلي من حب ويلي كلمات روميو لحود. التانية للمرحوم عصام دخلك يا حلوة بردان غطيني بشالك للشاعر مارو النصر ابن كفرشيمة والله يطول بعمره وقدي محبك إنسان وضحك رمالك. فرح أقول طلت أم عيون السود والله يرحمك يا عصام ويخلي له مرته وولاده يا رب. رامي ابنه طلت ام عيون السود قالت سعيد يا جار طلت ام عيون السود قالت سعيد يا جار وانا شفت عيون السود كان في عندي عقل وطار. طلت بالقام الممشوقة والنقل الحلو لعيوقة طلت بالقام الممشوقة والنقل الحلو لعيوقة قالت له صور يا مصور وتفرج عاها المخلوقة قالت له صور يا مصور وتفرج عاها المخلوقة غزالي قدام مرجي وعم تكرج كرجي على كرجي والصياد كتار. وطلت ام عيون السود قالت سعيد يا جار وانا شفت عيون السود كان في عندي عقل وطار. الله الله. والغنية التانية شو؟ يا باي هل دخلك يا حلوي بردان غطيني بشالك وقدي ما حبك إنسان وضحك رمالك غطيني بشالك هالصوف تنقول عملتي معروف مع عاشق قلبه ملهوف عمر خيالك وقدي ما حبك إنسان وضحك رمالك. سمير يزبك ويلي ويلي لمين؟ ويلي ويلي كلمات حبيب القلب وأستاذي وصديق عمري والمفضل علي الأخ الحبيب روميو لحود أستاذ روميو لحود. واللحن كان مشترك ما بينه وما بين الله يرحم عصام. أها. لأنه قلت لك قبل شوي عصام رجي قلت لي على لحن مشترك كان مشترك. أها أوكي. كيف يعني اللحن مشترك بيكون؟ يعني تعاونوا مع بعضه. مثلا كيف؟ المقدمة عفوا تفضل حرارة الاستوديو إذا دفى صوتك تفضل. إيه اللحن المشترك هلا مثلا بقولوا ألحان أخوين الرحباني. نعم. طب كيف ألحان أخوين الرحباني؟ هلا في جمل موسيقية كبيرة بالغنية، في عندك المقدمة في عندك المغنى بعدين في عندك اللازمة وبترجع
من بعد ما تخلص الكوبليه ترجع بتغني الرفرام فوق المذهب نحن بنسميه بالعربي. فشقفة من عصام وشقفة من ريموع طلع اللحن. كيف طلع؟ كيف طلع؟ ها؟ ايه اللي هيك لعيونك. يا ويلة خا 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 يا ويلة يا ويلة يا ويلة ويلي ويلي من حب ويلي ويلي أهل الله وفرقتهم طالت عبالي طالت الفرقة ويلي ويلي من حب ويلي ويلي أهل الله وفرقتهم طالت عبالي طالت الفرقة وهجران بقليبي يا ويلي زود الحرقة وهجران بقليبي يا ويلي زود الحرقة ويلي ويلي من حب ويلي ويلي أغلى الله ويلي ويلي من حب ويلي ويلي أغلى الله وفرقتهم طالت عبالي طالت والله قليبي هواهم يا عيني قليبي هواهم هواني بعدي على وعدي عيني وما اقدر انساهم قليبي هواهم يا عيني قليبي هواهم واني بعدي على وعدي عيني وما اقدر انساهم واني ناطر بدياري يا ناري يرجعوا بالله واني ناطر بدياري يا ناري يرجعوا بالله ويلي ويلي من حب ويلي ويلي أغلى الله شكرا يسلم صوتك شكرا لك تفضل معي لوين شو عملنا اكل اليوم تفضل يا حضرة يا محمود تفضل معي هون اليوم بس تسمع الاغاني عم بغنوا لك اليوم شباب وهيك شو بتقول لمين بتقول اه مين عم بغنوا لك اليوم هلا بس نرجع نعود بالله لا قل لي هلا هون لمين بتقول اه هيك بتسمع بتقول لك اه روح يا ملك يا حليل عليك اللي عم بتغني له سمير يزبك والله للمطرب التركي اها هاي الحقيقه بلقيت حدا من العالم العربي غير هاد غير هالتركي يا سيدي الحقيقة حلوة مش هيك؟ حلوة بس تركي إنسان في بعرف بس وإن شاء الله يصير إنسان أكثر في إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله يقدر بإذن الله يخطو خطوة لقدام طول ما المحبة طب بلبنان وربنا سبحانه وتعالى كل الأمور إن شاء الله بلبنان بلبنان مين بتقول آخ ولك روح عيش نجوى حبيبة قلبي بس لا نجوى كرم عيشة ولا مين بتقول روح عيش الله يطول بعمره وياخذ من عمره ويعطي عمره الاستاذ وديع صافي وقلت اه لا ملحم بركات كمان ايه ملحم آه هلا بدي احكي عنه عروق ما بدي هيك مرور الكرام ما حلوه لانه فنان كبير تفضل بدي نقعد بالمنطق تنحكي بالمنطق مع سمير يزبك ايه هلا بالحياه بالحياه
يمكن يصير مثلا في وجهة نظر متطابعة على بعضها. نعم. احيانا اراء مختلفة. ملحيم انا من زمان تنبأت له، مش انه تنبأت له كنبي لا سامح الله، كالهام. عم غني باحد الليالي بالشام بمحل اسمه مطعم الشرق، هيدا ضمن معرض دمشق الدولي جوا، وثائبت حضور الموسيقار ملحيم. طبعا ملحيم في ذكريات نحن وياه، فرحبت فيه وقلت وان شاء الله هو يكون متذكر الملحن الاول في الشرق العربي. العالم اطلعوا فيه، الملحن الاول في الشرق العربي، في الشرق العربي. حلو. لا وبأول 85 كنت انا هيك بظروفي شوي هيك، قلت له يا ملحيم انا واقع، انت سفيرنا هلا في العالم بدك تكون. وقال له يا الاستاذ جورج ابراهيم الخوري، وكتبها بالشبكه. ملحم فنان رائع فعلا، بيلبق له لقب موسيقار، وانا بقول ما اخذ حقه. كيف؟ وجهه نظر، راي. الاخ ملحم بركات لو نوجد الموزع يلي انا بحلم فيه. مين يلي انا بحلم فيه؟ الموزع ان يوزع له اغانيه والحانه اللي عملها، اللي فيها نقلات ونوعيات رائعه، صدقني كان بتكون عالمية. عالمية، لأنه ألحان ملحيم رائعة، وخاصة بيغني بإحساس، لأنه ملحيم عانى، عايش حياة معاناة، ما أجى على الفن لزقة، ابتدى من تحت الصفر ملحيم، ووصل باجتهاده وبعنده ذوق بيعرف يختار الكلمات. ليش ملحيم بركات اليوم حالي؟ حالي ملحم بركات، يعني بس قول ملحم بركات، الاسم والأعمال والحديث واللطشات يلي بيعملها والزكزكات اللي بيعملها، كل ملحم بيتقبلوا منه. فلذلك كلمة حالي قليل على ملحم بركات. حالات 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 حتماً. ها حالات حتماً. أنا بروح بتصيد بحالات، أنا ما بدنا نسيس الأمور كمان. أقول حتماً ملحم بركات حالات، حالات مش حالي. يعني عنده أحياناً بقول النكتة حلوة، احيانا بينتقد بيهاجم، عرفت مني كيف؟ احيانا بس الانسان يكون احيانا بيرفض الحب، بس احيانا يكون بيقبل الجمال، بس يكون كبير وينقد ويحكي ما بينزعل منه. لك عمر الحياه بتستحق زعل؟ ايه ما بتستحق. شو بتحب من الحان ولا من الحمركات هيك غنيه حلوه ولحن حلو؟ انت يعني من كل الحانه حلوه، في غني كمان عنده اغنيه حلوه سمعت لي تقول يا عين صب دمع، ويا عين صب دمع. شو كان مسكر هذا المقلب؟ لا. طيب بالإذن خينا ملحم، إيه هالمرة أنا بدي هيك افتلى شوي. هذا إكراما لفنه وتقديرا لفنه. طبعا. قال له يا عين صب دمع وخليكي سهراني، وعم دوب مثل الشمع فراق خلاني، ويا عين صبي دمع وخليكي سهران، وعم دوب مثل الشمع فراق خلاني. طبعا على بابي واقف امرين، سمعت لي اياها وحضرته كذا مره بالمريديان بالشام. كيف على بابي واقف امرين؟ ما بقدر غنيها. حلوه جمله اكثر من حلوه صدقني. كيف لك على بابي واقف شغله اللي فيك تمرق فيها صح. هلا مش انا غنيت يا عين صد بدمع كمان ما غنيتها صح. طيب خليني احتراما لفن خليني اخذ الموسيقار ملحم بركات. مساء الخير استاذ ملحم. بس كيفك؟ ماشي الحال؟ انت كيف؟ كيف اللي حدك الانسان العظيم معك. اهلا سمير، انا ملحم. اهلا ملحوم، شو اخبارك؟ اخبار عندك؟ كيف صحتك؟ الله هذيك الايام الحلوه يا سمير. ايه ايه ذكرتني فيها، رجعتني 30 سنه للخلف. ايه 30 سنه ايام الفن وايام الجمال وايام الاخلاق. وبعدك فنان؟ لا ايام زمان كنا نحن وياك، كنا نحن وياك يعني. بعدك فنان وبعدك ستبقى فنان حبيب. انا بقناعتي هيك. انا بشكرك على كل كلمه، كل من الحلوه اللي قلتها عني. انا قلت الحقيقه، أنك أصيل. قلت الحقيقة. وبتتذكر ملحيم حادثتين بيني وبينك صاروا؟ أول حادثة بإلهام الرب قلت ستكون أول ملحن في الشرق. بالضبط.
في وتاني مرحلة لما عزمتني أنا وزوجتي على المريديان ركبت لنا طاولة تركيب لأن ما كان في محل العالم تقدر تقعد على مدار أربعة أشهر بالمريديان بالشام بدمشق ما فيك تلاقي كرسي تقعد العالم قد ما حابب ملح بركات قال لهم يا بغى ما بغني الليله يا بدكم تركبوا طاوله لخي سمير وزوجته وانا عازم بيعملها ملحم بركات وعملها بيعملها ومين قعد معنا الله يرحمه رياض البندق قعدنا على الطاوله على قدنا وغنى ملحم وغنى ملحم بركات لما اثنين كبار مثلكم بيلتقوا على الاغنيه اللبنانيه شو الصرخه يلي بتطلقوها حضرتك بدي بدي عنيك على المصري يلي جبته شو اسمه دخلك انا مش سامع فيه الشاعر احمد فؤاد نجم ايه بدي هنيك نشان يا ريت ضليت عندك مستوى بالاشخاص عفوا يا ريت ضل في مستوى بالاشخاص كنت عم تجيبهم ليش ما عجبك لأنه احمد لانه ما حبيته لاحمد فؤاد نجم كان في شوي منه طبيعه الانسان كان يعني اللي انا كنت عم بقوله عن الاغنيه المصريه اللهجه المصريه هو قال شو قال هو قال ما خلصت اللهجة المصرية لحتى المصري يغني غير لهجة هيك يعني نحن أنا عم حارب على هالشغلة هذه لأنه كل إنسان يقعد بوطنه ويتمتع فيه نعم فحكي كلام أنا كثير تضايقت هيدا يعني رأيك مرحب بركات بس هو كمان عنده شأنه بالوسط عفوا أنا عم برد عليك عم بقول إنه هيدا رأيك أنا بحترمه كثير طبعا بس هو كمان أحمد فؤاد نجم عنده وزنه بمكانته بما انه بقول انه مصر ام الفن لبنان بي الفن كمان اوكي لانه بلبنان في فنانين كويسين كثير وموجودين على الساحه على الساحه العربيه بس يعني مثلا سمير يزبك من الفنانين يلي العالم العربي كله سمع فيه كان يردد له اغنيه فهالانسان هذا اللي كان عم بيحكي فشخ كثير وحكي كثير وما احترم الفنانين اللبنانيين كلهم محترمهم كلهم وعدل بده اياه وما بعرف كنت انا كنت حابب انك ما تجيبه كنت ابدا على كل يعني شو بيقولوا لولا اختلاف الاذواق لبارة الاسواق من حم بركات انت فنان كبير مش بس يا اخي شو جايبني على الفن شو جايبني على الفن لا فنان لا. انت لو ما كنت فنان مش ناجح انتبه طلع انا شايف وجهك هلا وجهك كله فن يخليك أنا أخلاق وجهك. أنا بكبر من خلال استضافة ناس مثلك لإلك لأنك جبت سمير يزبك على البرنامج من شرف سمير من تاريخ لبنان الفني خليني ضل بالغنية اللبنانية ايه؟ انت وسمير يزبك لما تحكوا عن الغنية اللبنانية شو بيكون العنوان الكبير شو لبنان. في صرخة بتطلق سواء انت وياه لبنان بيسمح لي ملحم بركات وحضرتك جاوب على السؤال تفضل في مجال تكرمنا وتحط لي رح يبقى الوطن لملحم بركات ونجوى كرم هذا بكون الجواب بستأذن خلي ملحم عيوني امبارح انا سمعت نضال اذا نضال زعلاني من حدا اول ضروري تهمل وما تذكر الغنية الوطنية يلي 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 ما في ولد بالبلد ما في انسان الا ما ردد الاغنية الوطنية اذا بدك تبيض وجه مع عاصي ما تسود وجه معنا وشكرا جزيلا كمان رأيك وكمان رأيك وكل الآراء بتتسع طيب بدنا نستأذن ايه بس خليك معي ملحم بركات لو سمحت على كل هالأسئلة وعلى هذا مع احترامي وحبي ولكل العالم وإراءهم وكل شيء بدي استأذن ملحم نسمع رح يبقى لبنان مع الأخت العزيزة بنتي نجوى كرم ممكن تحطوا لي أحضرها بس بديها كاملة كلها أنا حضرتها 9 مرات وممكن أحضرها 90 مرة وأتمنى على وسائل الإعلام اتمنى عليهم تمني من كل قلبي انه كل نص ساعه يحطوها على كل تلفزيونات لبنان ملحم بركات سمير يزبك من بعد هالاطلاله ان شاء الله يعني شو لازم يعمل هو منو معنا ملحم بركات خلينا نسمع الاغنيه عمل معروف انت شو رح تعمل من بعد هالاطلاله شو انت شو حابب تعمل انا معك خليني اقول لك انت قلت لي نشان انت مثل ابني صح خليني انا احكي كمان مثل امير ابنك هلا طالعين على الهوا بيسمعوا لا لا اكيد عم بيسمعوا طيب. خليني انا اقول كلمه انت صغيرة. عم سالتني شو بدي اعمل لحتى ما عزبك عم زقف ايد وحده ما بتزقف بس خليني اقول لك شغله اليوم انا بس اسمح لي انا بعيوني رايك لما بتقول يا خيي في انا مغيب كثير منيح انا مغيب الآخر هو اللي عم بيفعل الفعل عليك إنه أنت مغيب بس في نحن كمان الفاعل أنا طيب ليه ما بدي غيب أو بدي غيب يعني إذا هني غيبوك ليه أنت قبلين إنك تغيب
الفترة اللي أنا غبت فيها مجبر أخاك لبطلة، ويمكن أنت وصل لك شوي أنه عن مرأت بظروف صحية قاسية جدا. صح، هيدي المحنة اللي كنت عم بتحكي عنها بالبداية. نعم، أبشع شيء بحياتي هو، وبس برضو انصقلت وإن شاء الله أنا عم موت أذكر اسم الرب، أنا عم تطلع روح أقول له يا رب، وغير هيك ما رح أقول بحياتي. يطول عمرك يا رب. قلت لك بعتب بس ما العتب مش عن حقد أو زعل أبدي. خلي أنا شركة تساعدني، واليوم إذا ما عندك شركة والله يساعد الشركات اليوم بالوقت نفسه، بعلمك الغنية ناجحة وكل العالم حبتها، تك على الانترنت وصلت لك على البيت. طيب الشركة منين بدها ترد مصريتها؟ بأحد البلدان الغرب الكبيرة اجتمعوا الفنانين وترجوا الجمهور انه لا بقى تاخذون لأغنين عن الانترنت لانه الشركات بدها تسكر. الشاعر منين بده يعيش؟ الملحن منين بده يعيش؟ الفنان المطري بضل الله يرزقه حفلة حفلتين بالسنة، صحيح انجي تعمل ربطة الخبز بس الشاعر منين بده يعيش؟ مش هيم الحفلة كثير كثير سنين كثير ما بيحترق قلبك بتقول يا خيي انا كمان بدي اروح اعمل يا عيوني. قلت لك الظروف اللي مرقت فيها كثير منيحه، خلص كانت قاسيه وانتهينا. اليوم هلا اتمنى من كل قلبي ان انا احظى بشركه، لانه شاعر رفيع عمري موجود معي وبقلبي خيي جورج عساف الحان. هلا انا رح بلش لحن، اي مطربي اي مطرب بحب ياخذ لحن من سمير يزبك انا جاهز وبيسمعوا العالم ضمن امكانياتي. نعم، محطه التلفزيون تحطك، لأن اليوم شركات الكبيرة عم تدفع للتلفزيون وللإذاعات شاء من شاء وأبى من أبى. بدها تسوي أغنية الشركة بتحجز للأغنية، بدها عم تصوروا له فيديو كليب، كمان الشركة عم تتكلف بمصاري ومصاري كتير. اليوم شركات الإنتاج الأغنية إذا ما انعرضت على التلفزيون شركات الإنتاج شو بتسوق أكتر، صوت أو صورة؟ كيف عيوني؟ شركات الإنتاج شو بتسوق أكتر، صوت أو صورة؟ خي شركات الانتاج شركات تجارية مش هيك؟ صح. التاجر شو بهمه؟ جايبته أرباح، جايبته لما بقول آخ أول مرة يمكن يحملها، تاني مرة آخ يمكن يحملها، تالت مرة آخ بقول لي خي شو بدي بشغلي. ليه ما في شركات انتاج سكرت؟ اسمع كلنا بنعرف شركة قوية بهمها تشوف السوق. هلا اليوم السوق مرة بيلعب على الأغنية الخفيفة الخفيفة. شو بده السوق اليوم؟ قلنا الأيام السوق بتلاقي الغنية الخفيفة بعد 100 غنية طرب، أحيانا مثلا أغنية تراثية فولكلورية هانكا فولكلور تراثي بتلاقي بعد 100 غنية. يعني ما اليوم ما بقى في ميزان. أما الميزان اعتزلت الغرام لملحن بركات. نعم. اعتزلت الغرام لملحن بركات وماجد الرومي، هالغنية كسرت الأرض أو عمرت الأرض يا سيدي. أنا يعني كنا هيك ممكن بزماننا نقول كسرت الدنيا فيها وطحبشت. أنا أقول عمرت عمرت زبطت. أنا دخل نقول أنه الناس الحمد لله حبوها حبوها، وأجمل شيء هو الحب. ما بقى في مقياس إلا مقياس واحد. شو؟ نرجع لأصالتنا، نلبس ثيابنا، لأنه طوب العيار عيوني ما بدفي. أوروبا مرقت بفترة كبيرة وأغاني هيبيز وما بعرف شو، اجا مطرب اسباني اسمه خوليو صاحب الصوت الذهبي خوليو اغلاسياس، رجع الكلاسيك. خلينا نسمع هذه الاغنيه. الظهور كمان بفرنسا طلوا مع بعضهم. وني اغنيه التجليط المرئ باوروبا راحي. بناء على طلبك خلينا نسمع هذه الاغنيه لملحن بركات ونجوى كرم. هذا النشيد، هذا النشيد رائع. سبقونا الأبطال وقالوا أرض ما بتنطال على الهواء، والوطن بيكبر برجال والوقت بده رجال. سبقونا الأبطال وقالوا أرض ما بتنطال، والوطن بيكبر برجال والوقت بده رجال. كل اللي راحوا ما راحوا، وطن الإيمان الإيمان سلاحه.
الوطن الإيمان سلاح هيدا من حيث بضرب ابن فن مهما الخوف مد جناحه مهما الخوف مد جناحه رح يبقى الوطن رح يبقى الوطن شو حلو الخضرة ما هيك حلو شفت الملحم كيف عمل حركة والغالية نجوى كيف غنيت هالعرب النعمة شوف النقلات كيف بتعيش بجو الكلاسيك ترجع بتعيش بالغنية يعني في تنويع يعرف ينوع ملحم ألحانه حلو كثير مخضرم ومين كمان مخضرم بالفن بيغني بإحساس جورج وصوف سلطان الطرب جورج أنا بعرفه من طفولته وإلي ذكريات كثيرة معه وجورج بيعرف جورج كمان زواق بيعرف يختار الكلمة بيعرف يجيب اللحن بيعرف يطلع على الجمهور بيعرف أنيق في هيك خمر معطق بصوته أما اللي حاولوا يقلدوه لجورج وصوف ليه ظاهرة جورج وصوف؟ يا حبيبي دايماً الله بيخلق إنسان وبيعطيه نجومية لبيدك بينثر النجومية بين العيون هيك ونجومية ما فيك تجيبها من سوبر ماركت حبيبي هيدي هبة من الله جورج نجم وليد توفيق نجم راغب عليه نجم نهاد طرباي نجم فضل شاكر أصبح نجم ما هو حق عاصي الحلالي لما قال إنه المارد بوجهه الأقزام ملحم زين ممكن ملحم زين ملحم زين صوت حلو كتير كيف صوته لملحم زين؟ حلو كتير حلو كتير في عندك معين شريف يا كمان. سلام على معين يا حبيب قلبي على الصوت الحلو تصور يعني وديع الصافي الأستاذ الكبير صح عطى شهادة ل معين شريف بعدين معين شريف أكر عليه شوف اثنين متخانقين مع بعضهم دغري بصلح بحب كتير بحييهم كل اللي ذكرتهم ملحم زين ومعين شريف هيدي الصورة صورة نادرة جدا مع الله يرحمه الأستاذ جورج إبراهيم الخوري ورا الصورة راح أفرجي للمشاهدين كاتب ثلاثة رجال في هذه الدنيا أطربوني محمد عبد الوهاب وديع الصافي وسمير يزبك شاخ عبد الوهاب كبر وديع وبقيت أنت يا سمير هيك بيقول جورج إبراهيم الخوري بسبعة يونيو 1977 ناخذ الصورة وارجع وبرما كرمال يشوفوا المشاهدين الله يرحمه بخط جورج إبراهيم الخوري هون الله يرحمه جورج إبراهيم الخوري الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه هاي دي رح نشوف صور لو سمحتوا هذا مبدع لبناني آخر يا حبيب قلبي روميو لحود يا حبيب قلبي آه الله يعطيه الصحة يا رب والعافية الأستاذ روميو صدقني أجمل ذكريات حياتي معه كان الأخ كان الصديق كان المعلم كان الموجه علمني الأتيكيت علمني قد ايه حدودي على المسرح لازم تكون لك تعلمت بالسكينة والشوكة أنا زلمي فلاح ابن فلاح بإيدي يلا علمنا إن أنا الكاف درواه كنت أسمع فيه كنت أبصره بنومي مين أخذك لعنده لروميو لحود؟ ها بدي خبره القصة لأن فعلا أوريجينال جورج يزبك؟ الله يرحمه الله يرحمه هلأ قبل ما يخدني جورج يزبك الله يرحم توفيق بركات أخذني على عند جورج يزبك لا يعرفه بدي سمعك هالصوت عم بيلعب طاولة كان على الدورة قال له كتوفيق عم بلعب الأيون بليرة والمرس بليرتين تعرف الليرة كان بديك الأيام تمطح الخيط انقرى زعل توفيق هيك قال لي مش وهو كان رفيق عمره الله يرحمه صاروا بنين يتلحق ما بيزعلوا كان قال له طيب قوم مش معي طلعنا على البيت قال لي شو بتغني قلت له انا خاف شوية عتيبة شوية ابو الزلوف قال لي منين بتحب تغني قلت له على النوى عطاني النوى البيت سمعته بيت عتيبة طلع فيها قال له يا توفيق وين حاضر فيه لما عقولي أنا جورج يزبك وهو سمير يزبك ما أحضى فيه أنا أنت حضيت فيه قبله قال لي خلص بدي أخذك معي يا عمي وين ما كنت خدني معك قال لي بدي خليك تفوت عبعلبك أنا كنت قبل بسنتين
ببعلبك أصبحت بعلبك حلم حياتي. مثل ما أقول دقت علقت شغلي عظمة بعلبك. المهم هو داخل بمهرجانات بعلبك، كان سنة 63 أخذ المهرجانات روميو لحول مع الدكتور الموسيقار الدكتور وليد غلمية الله يوجهه له الخير، نحيي له دكتور غلمية. عاملين حفلة كوكتيل وداعيين الصحافة والهذا بعمشيط، يا دلي أنا عرفت بعمشيط عطلت هم الدوخة، أخذت حبتين درامامين وجورج عرف قصتي ساق في عم أهله مسكت له العود معه كارت الانفيتاسيون تبعه كارت العزيمة. وصلنا هذا جورج يزبيك سمير يزبيك، فتت صالون كبير بيت من البيوت القديمة الحلوة. المهم انه الحفله ماشي الكوكتيل ماشي فنانين سمير ياغي جوزيف عزار سليم الجردي قاعدين هادو عم بيغنوا هذا شي ساعتين ثلاثه وصل الدور لالي غمزني جورج جيت لعنده اعطاني نوا كان قايل له لروميو بدي اسمعك هالصوت. شو كنت بدك تغني؟ نعم شو كنت بدك تغني؟ غنيت لبنان اللي قطع السما هذيك الايام الاغنيه رائعه للاستاذ ولي عصافي وهي كان ومن 63 ضلينا مع بعض ما 10 سنين متواصلين ما بين مهرجانات بعلبك ومهرجانات الأرز ومهرجانات حميني بإهدين ومسرح فينيسيا 4 سنين ومسرح المرتينيز سنتين، يعني 12 سنة متواصلين عمل بالمهرجانات وبالمسرح. أنت كلهم سوا كلهم على بعضهم 12 سنة اشتغلت بعلبك؟ ايه نعم 12 سنة بعلبك اشتركت فيه أنا من سنة 61 بالكورس. نعم سنة 62 بالكورس بعدين 11 سنة 63 ايه بالتدرج اطلع بالتدرج سنة 68 بمهرجان القلعة مع الصبوحة الله يطول بعمره نحييها وبتوجه لها بالتحية. غنيت أغنية من كلمات موريس عواد الشاعر موريس عواد الأستاذ وألحان الدكتور وليد غلمية، أغنية بتقول وينك يا خيال انزال وخلي الصيف شرقة نار خيالك بوقع خيال حصانك طلع ساحة غبار. الحمد لله نشهد بوقتها سنتها رجعنا على طلعنا على الأرز رجعنا كفينا بالفينيسيا كنا عاملين أربع مسرحيات موال وميجنة وعطيبة وأبو الزلوف كل سنة مسرحية. رجعنا انتقلنا لمسرح المارتينيز سنتين نحن والصبوحة عملنا فينيقيا 80 وعملنا تاني مسرحية مين جوز مين قولي بن مارتينيز وكتر خير الله بعد فصل رح نكون سمير يزبك عن خي روميو بعد ما كفايت حديث معه إذا سمحت لي أول وقت بعد الفصل رح نكون لازم ناخد فاصل بعد الفصل حديث عن روميو لحود بدي اسمع موجوع بنسمع موجوع بصوتك بصوت غيرك الأستاذ جوزيف الهاشم هذا وبسامة على صدي الموال بتوجه له بالتحية للأستاذ جوزيف الهاشم اللي كان في خبز نحن وياه خبز وملح وزائد شاعر فهو أديب كبير ورجل سياسي كبير أيضا. بعد الفصل رح نكون مع مواويل مع صور وننتقل إلى القلب ورح نشوف شو في بقلب سمير يزبك غير يلي عم بيفيض ويستفيض ويبوح في هذه الحلقة الخاصة من أكيد أكيد مايسترو مع هذا الكبير اللبناني سمير يزبك. شحاد شو عملت هالغنية وشو بعدها عاملة بالناس وقديه مأثرة فيهم وقديه بس يسمعوها بصوتك انت شحاد بحس الحق واحد قديه بحاجة لعاطفة بحاجة لشجن وبحاجة لصوت بيدبح هيك بيجرح. لا يا شيخ الله يرحم الأستاذ زين زين شعيب هو لقله الله يرحمه الكلام والألحانك والحاني قصتي مع المرحوم الأستاذ زين شعيب برجع بكرر الرحمة عليه بشهر بجاه هالشهر الفضيل أول أربع أسطونات كانوا لألو يلي فيه موشحة بغني أنا والناس الحمد لله حبوه بقول روحي وروحك يا روحي روحين بروح لا 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 دغري دغري شو بدي استفيد أنا من وجودك هيدي غير رغمة عن شحاب هيدي من الله بعين الله بعين قالوا روحي وروحك يا روحي روحين بروح
ان راحت روحك يا روحي روحي بتروح دخلك يا ريح الغربي عبابي طل ورجع ولفي من الغربي تب قلبي حل دنيي مزروعة بدربي كواكب عالحل بس الجارح لي قلبي قلبه مجروح. هيدي سجلت أسطوانة وفي كمان أبو الزلوف بالأسطوانة بيتين أبو الزلوف وفي ثلاثة بيوت عتيبة وفي حدا طوال غيابك يا حلو وهالقلب غيرك ما إلو طوال غيابك يا حلو وهالقلب غيرك ما إلو وتعبوا عيون النصار هيدا القمر روح اسألو شحاد. النقلة هلا من السيجار للعجم تكرم عينك. شكرا. تياري را را ري را را دي دا را دي دا 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 قال له يا مين عاش حد يهديني من شمس الكار يعطيني يا مين عاش حد يهديني من شان سر الكار يعطيني لا مال بدي ولا برزق طمعان ولا مقصدي ضيعة ضيعة ولم ديني بدي عصا من قرنة العميان اتعكز عليها تكفيني وادروش وابرم على الجيران وعاك العتب ينحني 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 جبيني جبيني شحا هي شحا بشحض عاطفي وتحنان للي ابتعد عني ونسيني وبتنهنه ايه ايه وبتنهنه بغصة طفل طفل عطشان عطشان ولك قلبي احترق يا ميم لك يا رجل الصين الصيني شحان بشحد كحلة الغزلان لعيونك اللي فيهن قتلتيني وبشحد لك الغفوة من النعسان وبشحد لك الغفوة من النعسان وبشحد لك الغفوة من الناس حتى تنامي لك حتى تنامي يا
شو حلو انت. وبقصد على الارز وبقصد على الارز وبقصد على الارز مهد جبران وبقصد على الارز مهد جبران وبقلو عسلمة عسلمة دخلك دخلك هديني تشوف شو قلت لها أصدان طويلة. سلم صوتك. كنا بدنا نحيي أستاذ روميو لحود قبل الفاصل. صحة صحة تفضل. صحة صحة. شو حلو شو حلو شو حلو صوتك انت عم تغني. قديشك قديشك هيك قدي في جذور قدي بتحس هيك لبنان. صحة 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 صحة. نعتذر من جمهورنا الحبيب. مالشي مالشي خايف ومنفعل وكل الأمور هذه بتأثر على على الفنان. عم نحن منخاف نقعد بحضورك. انت خايف نحن منخاف نقعد قدام هيك صوت قدام هيك تاريخ. صدقني صحة صح. خايف منيح وليك هذا اللي خايف منه مغنى الهواء واحد انه بيتشرد كذا. بتدخن؟ ايه بيأثر الدخان على الصوت؟ طبعا لحتى يكف المويل بس. ايه طبعا اوكي. لا يمكن انه نقطش المويل هيك ما بصير. طيب وبرجع بكرر ترحماتي على المرحوم الاستاذ زين شعيب الله يرحمه الله يرحمه ويخلي له عائلته ويخلي له اولاده يا رب. ان شاء الله ما نرجع نتشرد يا رب. اخذت وشه وكتري علقت هالسعله. ها نحن بشر طبعا والجمهور بيعذرنا وخاصة اللي بيحبونا والله يبعد عنا اللي بيشمتوا يا رب وعنك. الإنسان منه كاسيت ولا إنه سيدي. مثلا نسمة هواء مثلا احنا بالاستوديو هلا ما بين المكيف وما بين البروجيكتور السخنة ممكن يعني الإنسان وانا عم تغني من طبقات يعني صعبة عالية يعني بدها مجهود. بدك ترتاح بعد شوي نكفي؟ لا ما على شيء منكفي بإذن الله وكل الأمور تمام. وهلا بنتي ان شاء الله تكون بسويد عم تحضرني وصهري وحبيب قلبي ابني الي وابن اختي بامريكا كمان. واذا حصل اي خطا انا بعتذر من الجمهور. تفضل. سمحت الهندسه الصوت. وبقصد على الارز مهد جبران وبقلو عسلمة عسلمة دخلك دخلك هديني تشوف شو قلت لها أصدان ومن روح أزكى روح غزيني وببكي على مجنون ليلى الكان مظلوم والكويه كاويني كاويني آه كاويني ببحر الهوى قلبه مشي أبطان أبطان لكن من عدا سفيني وبرجع وبستنى شهر نيسان وبقول بكرة الخير الخير جاييني بشحد لك من الورد والريحان هوين ما دعستي تقشعي زيني وبشحد لك من الإنجيل والقرآن والقرآن حجبات فيها دينك وديني ولك بلك بتجي وبتطرد الشيطان واللي حضا يعقوب
يا حضيني قبلي وبعدي من ظلم إنسان عقد ما بحبك ظلمتين ولو كان قلبك من صخر صوان لك حلو يلين الصخر وتليني وراضي وراضي ولو الله ولو الله بالزعلة وإعدام بقبل لو حكمتيني عشرت انتي تفصل الأكفان وبي عبري وبي عبري بالسني مرة حسني لوجه الله حسني لوجه الله 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 زوريني زوريني زوريني. شو حلو انت شو حلو انت انت الاحلى شو حلو انت شو حلو انت. برجع بكرر اعتذاري من الجمهور. يا عمي ما في داعي تعتذر اخذتنا على على غير دنيا اخذتنا على غير دنيا. الحمد لله اخذنا على غير دنيا. تحيتك لروميو لحود. مهما قدمت لخي روميو مش ارادتنا اللي هو عطانان. بكرر كان الاخ والصديق والحبيب والمعلم والموجه عشنا عائله. يعني انا انجأ نام ساعتين ببيتي من خلال الأربع عشرين والباقي أنا مع روميو حده عنده بالبيت نلعب بليار هيدي قفلة حلوة هيدي نغمة حلوة هاي كلمة أحلى وهو شاعر وملحن شاعر ومسرحي و... ومخرج ملحن ومخرج وكل الصفات يعني مهما حكيت عنه صدقا من حي من أجمل أيام حياتي كانت أنا وروميو من حي صورة أيضاً كبيرة من لبنان الشاعرة الراحلة سيدة نادية تويني نادية تويني الله يرحمها الله يرحمها بيرحم جميع الموتى عملت الفرمان سنة السبعين كتبت قصة الفرمان هي المرحومة السيدة نادية وطلعنا على عين سعادة وتصورت بالبدلة القديمة عندهم بمنزلهم بعين سعادة سيدة بتمثل العيلة بتمثل الذوق بتمثل الأخلاق بتمثل الأمومة بتمثل الأدب الراقي شو ما حكيت عنها ما في نقو فيها حقها إلا أن أقول يا رب تكون نفسها بالسما معك والله يطول بعمره لغسان تويني أستاذ غسان تويني الله يطول بعمره ويطول بعمرك و... ويا رب يا رب المحبة يا رب يا جماعة يا أحبابنا يا أهلنا يا نور عيوننا شيلوا هالري ما بين الحياة والبي شلوها يعملوا حب عند... شلوها وقادرين قادرين عندك حنين لبعلبك أوه. إيه أو لا أوه. عندك قلت لك دقت علقت دقت علقت بعلبك دقت علقت تحب في عندهم في عندهم شغلة ما تتصور انه ضيفهم بيمرقوا هيك شو في عندهم دبايع بعدين عندهم أكل اسمه الأمبريس هاي الأمبريس بحطوها بجرار فخار اللبن اللبن البلد المضبوط مش بودرة وبيقدحوا الجرة ولما بتتصفى شوف اللي انت بتلف عروس بتحط لها جوز وبتحط لها شوية عسل على الوش من العسل اللي بعلبك شغله جرد ونحن دقناهم وبعدين بيجيبوا لك هالاطفال يا حبيبات قلبي فوق بنحييهم بنحييهم اهالي بعلبك كلهم على على اصالتهم وعلى كرمهم و... بس ما غنيت اللي لابو وديع لجورج وسيم نعم ابو وديع ولا هلا خليني خليني بعد شوي هلا بس نوصل على الاغنيه رح سمعك فيني عليها بقول رح لحظه بعد شوي خليني ناخذ صوره قبل نخلص الصور ابن بعلبك عاصي الحليني الاخ عاصي بتوجه له بتحيه
واني مارق مريت جنب ابواب البيت. حلو كثير بس يعني مش بحفظها كثير. بعتقد هيني كانت اول ما سمعتها. انا بيجي الملحن صديق العمر وحبيب قلبي الاستاذ سمير صفير. سمير صفير قال لي اخترت له الغنية للاخ عاصي، شو رايك؟ قلت له جميل كثير كثير حلوه. وبتوجه له كمان بتحيه لاخينا سمير صفير يلي اكرمنا ببيته بفريا. وسمير في قرب نحن وياه، يعني قرابتي اخذ اخته انا كمان. وسمير ملحن ومغنى طبعا، صوته فظيع بس يغني اللون والموبيل. بعدين اكرم كمان المكتب الموسيقي اللبناني باغنيات كثير جدا بدات ورح تبقى كمان. من حي عاصي الحليني ومن حي سمير صفير. صوره سوبر ستار راغب علامي. راغب الحبيب الغالي. صار انا مره حادثه مع راغب. كنت عم غني انا باللوشوفال قبل الروشه بشوي، التهب درس العال عندي. ثاقبت راغب عم بزورني وبدي غني مختصر. بياخذني الاخ راغب لعنده على البيت، ابن عمه جراح طبيب اسنان. نهار جمعه بيفتحوا العياده وبيعمل لي عمليه وريحني بالمية مية. ومع الدواء جيت بدل امرني يا حكيم. قال لي راغب له يا زلمه ما تضحيت ولو انت ببيتك وبين اخوتك. هون راغب ابن بيروت كمان. راغب صوت يدخل الى القلب بدون استئذان. دخل دغري على قلبك والله وكافح راغب. يعني انا رفقته بالشام مندي كثير كبيره، وهون بلبنان رفقته كثير كبيره، وغنينا مع بعض بالليالي اذا بعده بيذكر. وبتمنى له كل الصحة والتوفيق. منحيي لراغب علامي. قبل ما ننتقل على القلب لو سمحت بدي هيك سريعا استعرض انا وياك هالصور. الله يرحمه جورج يزبك والله يرحمه جورج ابراهيم الخوري. هيدي صورة. وين عم شوفها انا؟ هيدي صورة حيي. ايه هيدي عنا بالبيت. هيدي صورة. صورة أخرى تجمعك بفاتن حمامة ومحمود ياسين. الله سيدة فاتن حمامة والأستاذ محمود ياسين بفيلم حبيبتي بملء النهرين. سنت بالفيلم كانت دقي دقي يا ربابا جاي مع قصة الفيلم. فلذلك يعني الحمد لله أني تعرفت على الإنسان العملاق الكبير والأستاذ محمود صاحب الأخلاق الدمسي. بتوجه لهم بتحية لألهم ولكل شعب مصر. ونغني لهم دقي دقي يا ربابا. تكرم عيونك وعيونك قبل القلب. تكرم عيونك وعيونك. من ألحان روميو لحود. ألحان روميو لحود كلمات المرحوم شفيق شفي المغربي. في إلى موال رح سمعك إياه كمان. كتب كلماته رفيق عمري وابن ضيعتي وحبيب قلبي الأخ الشاعر الأستاذ خازر النصار. تيا تيا را 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 يا تيا را 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 قالوا الندى والورد صاروا من العداء تار اللي قالوا ضاع قول بالصداخ يا ويلي قالوا الندى والورد صاروا من العداء تار اللي قالوا ضاع قول بالصدى لو من ندى لو من ندى بيحن عوراق الورود كنا ندينا كنا ندينا كنا ندينا 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 كنا ندينا الورد هما لقينا حدا اخ يا مصبرني قالوا دقي 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 يا ربابا دقي عفراق الحبابة ودقي دقي دقي
يا رب دق عفراق الحبابة بعد ما راحوا وغابوا ورتوا بقلب العذاب بعد ما راحوا وغابوا ورتوا بقلب العذاب أدق دق 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 يا ربابا عيني ما حبت سواهم قلبي ما بعمره سلام عيني ما حبت سواهم قلبي ما بعمره سلام شيبوني بياواهم واني بعز الشباب شيبوني بياواهم واني بعز الشباب أدق دق 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 يا ربابا هل قدر الله يا حبايب تهجروا ربع الأطايب قدر الله يا حبايب تهجروا ربع الأطايب قلبي يسأل علي غايب ما تردون الجواب قلبي يسأل علي غايب ما تردون الجواب أدق دق أدق دق أدق دق يا رب كمين شو حلو انت كمين شو حلو انت قبل القلب هيك عندي بعد ثلاث صور بدي فرجيهم هيدي الصوره مع الصبوحه بمسرحيه مين جوز مين مين جوز مين هيدي الصوره عم بتشوفها ايه على الهواء هيدي مع الصبوحه عندي صوره اخرى مع الراحل الله يرحمه عصام رجي بحدائق حمرابي في العراق صحيح وكنا مع بعضنا كمان في ايران وهيدي الصوره مع يا الله هيدي الله يرحمك كتير. يا الله يرحمها الله يرحمها في ريال كريم ابتسامة لبنان يا الله يا الله يا الله الله يرحمها وهيدي الصورة مع الله يرحمها كمان الله يرحمه الموسيقار الخالد الله يرحمه فريد الأستاذ فريد الأطرش الأطرش على القلب تفضل نقول لك قهوتك ما معلش ما معلش تفضل القلب بدك تقطف تفاحه فيك تقطف يا اخي بديش قال لي ديدا محود اخيلك حسن هيك والله خليني جيب لك قلبك هيدا قلب سمير يزبك هيدا قلب سمير يزبك مين تتوقع بقلبك خليني انا اقطف لك تفاحه خليني حط التفاحة هون لأحكي عن التفاحة بعد شوي مين بقلبك برأيك حطينا نحن اليوم؟ حطينا صورة شخص بقلبك مين؟ يا رب يكون إلهي بمحله نفتح القلب وبنتي ومرتي خليني أشوف وأختي خليني أشوف وابن أختي عمو المعروف يا حياتي يا حياتي بدي كفي يا تسلميلي حفيتي تريزا يا حبيبة قلبي سنة وأربعة أشهر سنة وخمسة أشهر شوفها؟ ايه تفضل شو المفاجأة الحلوة يخز العين عايشة بالسويد؟ ايه نعم بنت بنتك منال ايه نعم بنتي منال وجوزها إلي حداد الله يوجهلهم الخير يا رب بتوجه لهم بتحية بنحييهم نحن كمان قد ايه بتحبها؟ مثل ما الخمار بحب الكأس سمعني سمعني هيدا سمعني هيك جزء شقفي شقفي صغير هي فيها كلمة أوك. خمر وهيك شارها الفضيلة هيدي بفضل انه ما اقوله على الموال الله يرحم طعان اسعد كتبه الموال حلوة حلوة هيدي
حبيبة قلبك وزوجتك يا حياتي. تريزا بس إلا تريزا غني لها بتنام لكن هون هني ورجعوا راحوا على صويد الله. احنا شايفين طبعاً السيد اوكي طيب هلا بخد لك فيك تاخدها هيدي سيدي حنان زوجتك الفاضلي على الهوى. ايه حنان اول حب بحياتك؟ ايه نعم اكيد الحقيقي في مثل ما بقولوا هوائي وفي حقيقي من نفس الضيعة عائلة زوجتي بيت نصار الكرام خيلة بكون الجراح الكبير الدكتور جور نصار له كتير أفضل علي كان خلال محنته ساعدني كتير بس يعني ما بده بتعرف تعرفتوا على بعض بالضيعة صدفة التقينا على الدرب هاي لخي جورج على الصيف وفعلا هاي من حياتي كتب لي يا جورج وبتوجه له بتحية حبيب قلبي جورج ولازم كان يكون لك لقاء انت وياه بس بالمستقبل ان شاء الله ان شاء الله والصدفة التقينا على الدرب وسبقتني بالعوافي صدفة التقينا على الدرب وسبقتني بالعوافي وقالت لي مرحب يا شاب قلت له يزيدك عافي وبعيونها في نبعة حب وعخدود الورد غافي ولكو بلحظة سرقت من القلب ودفعت حقه عوافي نحيي من حيي لها كنت انت تصيف بالمروج ايه لي ذكريات حلوة بالمروج كانوا يعزموني بيت داغر فوق كانوا جيراننا لك ذكريات حب كمان فوق لا هيك لحد هون وبس شوف قلنا لك عيوني الصيد شيء وحد الصيد شيء والمش مضمون ممنوع شيء تحب ما نحن ما قلنا هاي ليش حياة الإنسان بلا حب شو بيسوى ما بيسوى شيء يا دلك يا معطر شو كم حوى طعمتك تفاحة مثل هاي قال له حبينا ايه شو فيها هاي لخي جورج على الصيف كمان حبينا ايه شو فيها الدنيا أجمل ما فيها لما الواحد بحب وعلى الحب القلب بيتربى ليش بدي حب واتخبى مين فيكن مين يا أحبابي ما بحب قلولي مين ما بحب كم حوى طعمتك تفاحة نعم كم حوى طعمتك تفاحة كم حوى طعمتنا تفاحة شو فات على سوبر ماركت لغاية أنا شو بعرفني لا الحقيقة شوف قلت لك الحقيقة شيء وحد شيء وبعيد عنا شيء الحمد لله الحمد لله الحمد لله أم أمير حملتني وكتر ألف خيرة ولولا منا كنت رحت الله وما عم بحكي إيه. هيك الله يخلي لك إياها الحمد لله يا رب أم أمير كتر خير الله بنت عائلة وبنت أصل وخيلة الدكتور جورج صدقا لازم أنا أعطيه حقه للإنسان ثلاث مرات أنقذني ثلاث مرات شو كنت المعاناة إذا فيني أنا صار معي بكلوتي مشاكل عملت لي اشتراكات وكنت رحت فيها الدكتور جورج خيلة لزوجتي هو اللي عمل العملية وضليتني 25 يوم بالمستشفى كيف صحتك اليوم؟ اليوم الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب الحمد لله يا رب وعيني صار مع انفصال شبكي كمان دكتور جورج دلني على الجراح ووقت عملية سنة ظهري صار معي شلال كمان دكتور جورج هو اللي جاب لي جراح اختصاص يا سيدي عملوا لي حديد وبويا وخلصنا من القصة سلمت قلبك هيدا ابنك أمير نعم هيدا ابنك أمير إذا سمحت هوني إيه يقبرنا كان عمره 12 سنة هيدي الصورة لما تخرج أمير إذا سمحت لشوفها على الشاشة إيه نعم هيدي بجامعة الانديو ليلة التخرج وكنت عم بحضرها أنا وأمه وعمل هندسة كمبيوتر ابني نعم تخرج كمان وحيتكفى ماجستير بالكمبيوتر هيدي الصورة يوم عرس بنتك حبيبة قلبي منولة منال أم أمير وبنتي ملال وما بعرف حد منا مين واقف حدهم أنت إيه؟ هيدا أنا وهيدي الصورة منال وأمير ولادك أيوة أنا أمير ابني ومنال بنتي وإن شاء الله منفرح منك يا رب شكرا أغنيات نعم أول أغنية قتلوني عيون السود يا ليل وما الحدود قتلوني 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 عيون السود قتلوني عيون السود يا ليل وما أنا ما حسيت فيها قتلوني 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 عيون السود حلو بعد في عنا بعد بعد في عنا هيدي
كلمات الأخوين رحباني وألحان الأستاذ ياسر رحباني. إيه نعم. صح؟ يعني ماني أكيد. وغناء كبير المطربين وديع الصافي. على رأس وعيني. شو مطلوب مني؟ مطلوب أنا؟ هيك شقفة صغيرة اسمعها هلأ. لا شغلي قلت لك أنا الله يرضى على ابني وزحط فيها. لا بدي شي للأخوين رحباني أو لياسر رحباني. ماني بالصورة. ما بحب الكذب. 11 سنة مع الأخوين رحباني. عيوني سنتين أنا ويون وكنت بالكورس. ماني بصورة يعني ما بدي أظلم العباقرة وأظلم نفسي ولا شيء من أرشيفهم هيك. ماني بصورة هلأ ماني بصورة ما امبارح بالليل قلتولي لما أنا إنسان أنا بشر شفتني هلأ عم غني أحد يا خي مبسوطين فيك هلأ من امبارح الليل ومن امبارح الليل مبسوطين فيك نحن. أنا أتمنى بس كنت أتمنى أكثر إني ما أح طيب اسمع غنيتين. تبنى عغيابة تبنى طيب حاجة عجبنا تبنى عغيابك دبنا طيب حاجة عزبنا أضر علينا من شوار يا مولى النوكة كتبنا كتبنا وديع الألحان المرحوم جورج يزبي وغنى كمان للأستاذ جورج الله يرحمه الهوى سلطان الهوى سلطان كيف غنيها؟ إداؤه لجورج نحن منقول جورج لأن في عشرة عمر أبو وديع ومنقول أبو وديع كمان عشرة عمر وأجمل ما في الإنسان هو اسمه صح. أحلى من أي لقب صح. بس أخذ سلطان الطرب عن جدارة بتحسهم بيد معتق كمان جورج إبراهيم الخوري الأطلق عليه اللقب بعتقد عمر الشريف أنا سلطان الطرب بعتقد عمر الشريف بباريس عم يغني جورج كان عم يغني لأم كلثوم وسلطان بعتقد هيك إذا الله ما بده يكذبني ويا ريت هلا إذا أنا مثلا شو ما كان اللقب المهم هو سلطان الطرب بيستاهل قلت لك جورج زواق بيعرف شو عم يغني بيعرف يختار الكلمة بيعرف يختار اللحن عنده خليني أحكي معه رائع لمين أبو وديع مساء الخير أبو وديع مساء الخير مساء ينعد عليك رمضان واشتقنا لك ان شاء الله رمضان كريم على الجميع يا رب شكرا شكرا معك سمير يزبك ابو وديع باي المعلم باي الغالي يا هلا ابو وديع حبيبي القلب من زمان مش ولا طبعا وشاهدت فيه طبعا انا ما في احكي عنه اكيد هو سلطان الذوق سلطان الوفاء مجرد ما حكي مع عم الحمى الحقيقتين كان زين الحلوين عن ملحمي عن سلطان الوفا وكل وفا واخلاق واتمنى له كل الصحة وان شاء الله يا رب نشوفه قريبا ان شاء الله بقى جورج حبيبي اذا ما في تقلي بدي رقم تليفونك طالع عبالي اتغدى عندك وسمعك قطعة دغري على طول هلا خلي لك مع نيشان نعم قال هلا مع نيشان او مع ايه طبعا مع نيشان مع نيشان ايه حبيب قلبي جورج وحياتك يا رفلاني بعدين من انا قلت لك من ثلاث اصحاب حبيب قلبي جرجوره طول عمرك يا احلى سلطان والله الله معك طبعا يخلينا هيك شد النمي جورج شكرا إيه؟ استنى اكيد 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 بدنا عمل اكيد اكيد فيه. اكيد ان شاء الله يا رب ان شاء الله شكرا شكرا لابو وديع يا هلا الهوى سلطان كنا عم نحكي عنه حلو كثير كيف عيون قلت لك شغلات ما بتقول ما ممكن اقول لا مثلا الهوى سلطان الهوى سلطان يا عاشقين الهوى سلطان في غنية كمان مغنيها جورج بتقول مهلا تمهل يا ملا اسمع أنا أريد أسألك مهلا تمهل يا ملك اسمع أنا أريد أسألك كيفا أنا وقعت بهواك وقع الحمامة بالشرك يا ملك
يا ملك يا ملك سبحان ربي ما أجملك. حلو. يا أبو ريعة كمان لجورج يزميك الله يرحمه. نعم. اشتقنا له يا أبو ريعة الغنية، بدنا نسمعها منك مسجلة عن جديد. انت اذا بدك ترجع غنية بصوتك من اغنيتك مسجلة عن جديد، ايها بتختار اليوم؟ اولا اللي سجلتهم طلعوا من قلبي. كيف بدي ارجعهم؟ من 2006 من قلبك ل 2006 اليوم. عيوني اللي طلعوا من قلبي. طلعوا من قلبي، كيف بدي ارجعهم على قلبي؟ فيك تجاوبني على طول؟ القلب اللي بيطلع مره بيضخ مرتين وثلاثه جديد. واربعه طلع جديد. جديد الشمس كل يوم تشرق وكل يوم بتغيب. شو عندك جديد؟ في جديد انا وخي جورج عصيف. في جديد صدقني، في جديد، وفي في قطعة طرب بعتقد ابو وديع اذا سمعها راح يحبها. سمعني اياها هلا. خلي الفكره لانه اوصيل لحجالك طاهر. لا لا بصوتك عم بتقولها، ما حدا ما حدا بياخذها، ما حدا بيتجرأ انه ياخذها. مش قصه ياخذها، خليها اذا صارت مفاجاه. ملحنه؟ ايه كلمات الخي جورج على السيف. ايه ملحنه وخالصه. طيب خليني اسمع جزء. ما في، هيدي بدي استأذن فيك. وهلا انا بدق له للاستاذ جورج على السيف. ايه وانا كمان بدق له. طيب خلص نسمع 30 ثانيه منه. لا معلش. حلوه معلش. طيب اغني احتراما نضربها اكيد مايسترو. لو حاضر كنت جاهز لك حالي، بس امبارح بالليل انا رفعت خبر. صابر الرباعي يا حياتي. الاستاذ صابر الرباعي شوف الدنيا شو كبيره وشو صغيره. باحدى الفيديو كليب تبعه كان عم يصور عندي بالضيعه برمحاله. وهلا رمحاله احترقت ويا غبن قلبي 20,000 صنوبر احترقوا. الله بيعوض. المهم وقت بيتفاجئ انه ضيعة سمير يزبي. اول مرة انا بسمعه بأغني للاستاذ صابر، كان ملحن له اياها الملحن المخضرم الاستاذ إلي شويري. الله يطول بعمره. يلي بجمالك. اي نعم. وكان لابس طربوش. قعدت ازهلت بهالصوت اللي كله حنان وكله عرب وكله عاطفة. يعني هالاصوات الحنونة انا بحبها. راغب بحب له صوته. الاستاذ وليد توفيق حبيب قلبي. يعذرني مليار عذر الانسان الوفى. انا بعتذر منه اني لازم اذكره من الاوائل. وليد نجم 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 بكل مفازي الكلمه بمعنى. بتوجه له بالتحيه من كل قلبي. لما نحكي عن الاغنيه اللبنانيه غسان صليبه. غسان استاذ اسالني حتى ما حدا يزعل مني. لانه بتعرف انا غبت فتره طويله. نعم. هالاغنيه بتحدى العالم من صابر الرباعي. طلعت تصور من بيتي على تلفزيون المستقبل. نعم. لا اسال عنه شو اسمه هالمطرب ومنين. واذا عرفت انه من تونس، تونس الخضراء، وتوجه لها بتحيه وان شاء الله بتضلها خضراء يا رب. وعندها كثير فنانين، عندها الاستاذ كمان لطفي بوشناك. صحيح. اللي كان لي لقاء معه بدمشق باوتيل شيراتون. صوت رائع واداء رائع. عايش كثير بدمشق. نعم عايش كثير بدمشق فتره 33 سنه. فبالحرب انا راح بيتي وطيير ممنوع. فالجار قبل الدار وشو فيها يعني. اكيد نحيي الى ابعد حدود الاكرام. ما فيها شيء عامل لك انه عشت في الشام. ونحيي المشاهدين والشعب السوري كثير 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 طيب. بنحييهم كلهم، كل مشاهدي الشام وكل سوريا. اخر اغنيه عم تحكيني لالي انساك معقول انساني انا على طول معقول انساك معقول انساني انا على طول. فضل شاكر. فضل شاكر مع حفظ الالقاب. كان لي عدة لقاءات معه باحد الامكنة والزمن
وهو ليس ببعيد كثيرا، انما فينا نقول 12 سنه او 10 سنين او 11 سنه. بمجرد ما سمعته حسيت بدفء صوته وبحنان صوته وبإدائه الرائع، بحس فضل. يعني عنده احساس غميق، بحس هو بحبهم. انا مثلا بغنوا باحساس، صح، بصوت دافي. راغب بحس، وليد توفيق بحس، جورج وصوف بحس، ملحم بركات بحسه. هودي قلت لك كنوز، زهور 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 مفتحة، زهور كلها، كل زهرة بريحة وكل زهرة بلون. من حيهم كلهم، ومبروك لفضل السيدة الجديد يلي بالأسواق. الله يوفقه. الله أعلم. عندك مفاجأة، أغنية بصوت مطربة تحبها كتير. أنا بحبها كتير. أغنية لألك. إيه نعم. حبت هي تفاجئك فيها بصوتها. اسمع. إيه اسمع. موجوع نجوى حبيبتي، موجوع صار لي سنين وبقلبي لهيب، يمكن بصدري رماح أم انياب ديب. موجوع موجوع صار لي سنين وبقلبي لهيب، يمكن بصدري رماح أم انياب ديب. لم بصر ولا فرمشاني ولا طبيب كان يعرف علة الأمر الغريب، ولما أياد الطب ما قدرت تصيب صار الوجع يقوى على الجسم الرطيب. كفرت بوجودي وصرت اتمنى المغيب عن أرض ما إلنا بسعادتها نصيب. أكيد مايسترو، أكيد أكيد مايسترو. صدفة التقيت بمغربي شكله مريب، محنك بيخلق من كريه المرطيب يا با. أكيد وصرت أكيد أشكيله من الأمر العصيب وأتوسل وإله أنا يسير. عذب كئيب ضنا حالي، حسبني يا أنا الظالم أنا مجرم رهيب، خنت النبي ومسمرت عيسى عالصليب. مش حق أحمل هم هالكون الرحيب يا عيوني. أكيد فرفك أكيد فكر النجيب، وقال لي يا ابني اسمع اسمع اسمع، أمرك مش عجيب من شان تشفى ومن عذاباتك الطيب الطيب. بدك على شهرين تاخد الدواء ملعقة حبيب يا بي. نجوى شمس الأغنية اللبنانية. نجوى كرم، مساء الخير. مساء الخير، ينعاد عليك هالشهر الفضيل. ينعاد عليكم رمضان كريم. مساء الخير إلك ولصلاتك اللي عم نشوفك كل يوم تستهد نجاح عن يوم. ومسي بالخير استاذ الكبير استاذ سمير يزبك. شكرا لهالمفاجأة، المفاجأة الحلوة يلي أثريتي بصوتك فيها برنامج أكيد أكيد مايسترو. أنا اللي بدي أشكركم، بدي أشكر استاذ سمير وبدي أشكر أمثال الاستاذ سمير اللي تركي لنا شيء لنقدر نرجع نغنيه على الأقل في أغاني يلي بتبقى واللي هي بتصير تراث واللي بتكون هي
بنكون نحن مليانين حب فيها من نحن وصغار ومتأثر فيها، تبقى مدرسة ونبقى نحن متلمذين. كيف ما بدي أدي الغنية اللي أنا بموت فيها من أنا وصغيري؟ أولا سلامة قلبك، بعدين يا نونو يا بنت بيتنا أختنا، أنا أكبر منك بسنتين يا سندي. شو بنيقولوا الناس يا ديني؟ عمري 95. أول شيء بدي أقول لك أنه أنا شغل... مبسوطة كثير أني شايفتك اليوم، قلنا زمان ما شفتك عم تضوي على التلفزيون عم تغني هالمواويل وهاللون الجبلي، نحن بنفقد له والله يطول بعمرك ونضل نسمعه. الله يخلي ليكي، بس ليه دخلك غايب كنت؟ كيف؟ ليش كنت غايب؟ ليه كنت غايب؟ انت بتعرف وانت بتفسر هذه الحلقه لك وانت المايسترو الليلي، انت بتخبر كل الناس نحن انت غايب حاضر بصوتك. الله يسامح بجاه الشر الفضيل اللي عم بيحاولوا يغيبوا سمير يزبيك، بس محضر له مفاجاه سمير يزبيك رح تصير خطرون. والله يا استاذ سمير الاصاله بتضل وما حدا بيغيبها ابدا، وهيدا حضورك هلا رجع وعى فينا الحنين، وبتمنى تضلك موجود بيناتنا. يطول بعمرك. شكرا نجوى كرم، مبروك اغنيتك مع ملحن بركات كمان. ايه. هذا النشيد الوطني اللي كما اطلق كل نص عليه يحطوه سمير يزبك. شكرا لك وشكرا لصوتكم. شكرا لكم. اهلا وسهلا بالاخت نجوى. سمير يزبك بعد الفصل رح نتابع الحديث مع خبر. هلا نجوى شو غنيت؟ شو غنيت؟ عم بتغني طبقه رجل يا زلمه. يعني المقام الاخير عم بتقوله، يعني انا هلا عم بتغني كمشت قلبي بايدي، قلته صح. وبالديو مع ملحن بركات غنيت على طبقة رجل كمان؟ طبعا طبعا. ملحن مش سهل تغني له ألحانه. ما تتذكر من مكان مدين يا ما حضرت أنا ناس عم بيغنوا له بالبرامج سوبر ستار وهذا صعب كتير صعب لأنه مبني على صخر. طبعا طبعاً. بدو إنسان مخضرة ميقوله. مضطر اطلع على فاصل لو سمحت سمير يزبك، من بعدها منرجع منكفي بهذه الصورة المأخوذة بعدسة الزميل وائل لاتقي من الحرب، حرب يوليو اللبنانية، كي لا ننسى ودائماً على البال. وصلنا لل شو يعمل؟ شو صار؟ ما بين بين الفاصل والفاصل بكون كل واحد عم يحكي شغله بقى. وصلنا على الأمنيات، وصلنا على الأمنيات وعلى هالباقات الحلوة. تفضل. فيني أقول أمنيات؟ إيه فيك تقول أمنيات. إيه خليني أقول. إيه بس قبل ما تقول أمنيات اختار لي ثلاث نقود من نقود مايسترو. بدي اكتبهم للكاميرا لو سمحت. هيك ايوه. اول امنيه تكون امنيه شخصيه. لا هاول ايه كمان ثلاثه بدي. اول وحده حمول وحده. ايوه. شو الامنيه؟ رضا الله. ثاني امنيه المحبه والسلامه عم العالم. ثالث امنيه يخلي لي ابني وبنتي وحفيدتي ويخلي لكم عيالكم يا رب ويحفظ لبنان. شكرا. وكل البلاد العربية. أمين يا رب، أمين يا رب. البوستينو وين هو إلي اليوم؟ إلي ما شاء الله عليك اليوم محمل وجاي هالباقات. أهلا 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 أهلا. حبينك كتار اليوم. الحمد لله فضل الله. شو عندك إلي؟ عندي يسلموا ديتك ان شاء الله كل ايام لبنان وبلاد العربية والعالم بتلهزور يا رب. هيدي الباقة من اسرة برنامج اكيد اكيد مايسترو مع تقديرنا لك. شكرا. مع تقديرنا لك. شكرا. من المخرج باسم كريستو، ريتا كريستو، ناجي، ليليان نحال، توني سمعان، ماريا تيونس، ماجي مخلوف، شارب الزيادي، ليليان مهنا، كل الموجود البوستينو. يسلموا كلكم ذوق. كلنا كل الشباب اسرة البرنامج. هودي
البقال. بعد في عندي ورقة عطيوني إياها قبل شوي، الأحلى عرب العالم فادي إلي إدي وروني مهنا من كندا. إيه بيون تيودور، مع حبنا وتقديرنا من توني وإلين كرم. توني وإلين كرم. إيه نعم. من معجبي الفنان القدير سمير يزبك، اشتقنا إليك. مع دوام الصحة من سامي أبو جودة من شيكاغو. بس هي كله ذوق. كمان هيدي من توني جورج، توني وجورج علام بدبي. نعم. بيحيوا الفنان الكبير سمير يزبك وأكثر الشباب اللبنانيين عم بيشاهدوك هلأ على شاشات كبيرة بأحد مقاهي دبي. نعم. وبيرسلوا لك تحية خاصة، شكرا للتحية لإلي كمان من أهالي رمحالة. من نعم. توني وجورج علام. طب طالما عم يشاهدونا بدبي بهالمقهى وكله، بدي اياك تغني لهم شيء لقلهم هيك على الهوى، توني وجورج علام لكل هالجالية اللبنانية الموجودة بدبي وكل اللي اهدوك هذه البقات، شو بتغني له؟ قالوا يا موسيقي ويا حانون، قصم حبي عالقانون. يا موسيقي ويا حانون، قصم حبي عالقانون. بلك عيوناها الخضرة بتحن علي بنظرة، بلك عيوناها الخضرة بتحن علي بنظرة. ولك يسلموا لي ملا عيون. عندك باقة كمان، تحية لأهل دبي وأبو ظبي والعين والشارجة ورمحالة. ورمحالة ضيعت يا حبيبة قلبي، ما لي فضل عليها أنا، هي فضل علي. وكان لنا أيام حلوة بالإمارات، وإن شاء الله يا رب تعمر أكثر وأكثر وأكثر. ولكل شعب الإمارات تحية من القلب. عندك باقة كمان وتحية من الفنانة سيرين عبد النور. الفنانة سيرين عبد النور بتحيي كثير. عندك تحية من الإذاعية، الله يرحم بيا بنت الشاعر الكبير منير عبد النور، يلي هلأ رح سمعكم شو كتب لي وشو غنيت له بحياته. من الإعلامية كمان الإذاعية عفيفي فعور، إذاعة لبنان كمان بتحييك. والبوكية اللي حدك كمان من المطربة نجوى كرم، بتقول إلى رمز الأصالة في الفن اللبناني. الله يخليها يا رب، اشتقنا لك ويخلي لها أهلها. وإن شاء الله بتضل شمس. حلو كان لقاء الشمس والقمر بهالأغنية الوطنية، أنا شبهته بلقاء شمس وقمر مع بعض. ملحن بركاته نجوى كرم. اي نعم. وإن شاء الله بطلب وبكرر ومن كل قلبي كل وسائل الإعلام أنه كل نص ساعة هالنشيد الرائع يحطوه. بي سيرين بعده عايش. بي سيرين بعده على قيد الحياة. سيرين عبد النور؟ مين بي شو اسمه؟ سيرين عبد النور. هديك ندى عبد النور. ندى فنانة سيرين عبد النور. عفوا بعتذر أنا. الله يطول بعمره يا رب. بعد في عنا كروتة؟ خلص الكروتة. تفضل معك استاذ سمير. يا عيني الله يطول من عمرك. شكرا. خلينا نصدر تسلم كلكم زو على الزور. ولو شو كنت بدي اقول؟ اشكرك في حراره. تفضل. مرحبا يا شباب، شايفكم انا يا اخي. يا اهلين، اعطونا سيجاره يا عم، ضو راسنا. بعدنا على الهواء. شو عم تحكي بعدنا على الهواء؟ العالم سامعونا عم بقول اعطوني سيجاره. يا دلي يا جرصتي. رح ندخل إلى غرفة الوصايا. كاتب وصية؟ هلا بس نفوت. هلا بنفوت. هلا بنفوت أشوف. هو عارف ركز أنا بعاني، مش شايفني كيف بنكركب وكلنا على بعضنا. ما بيك شيء، ما شاء الله عليك مثل السيف. كتر خير الله، كتر خير الله. حضور وصوت وذاكرة. أنا بدي أحييك على هالذاكرة الطيبة. يعني كلمات الاغنيات قديشك بعضهم هيك في صوره. انا اختي وهي هذه ما فرجيناها للجمهور ببرج برنارد البيت مرحوم جدي. انت بلا فرجيناها اول شيء انا واختي. ايه والله اكيد قلنا طبعا طبعا. وقلنا كمان بعدنا عم نحكي عن الذاكره الطيبه. تفضل معي. يلا عيوني. في شيء تعربوا؟ ايه؟ في شيء نزول؟ ايوه في نزول هون. نزول وطلوع. هذه اللوحه من الفنان التشكيلي داني جدعون، لو سمحت جنبي سند. داني جدعون. حاصل داني جدعون على دبلوم بالفنون التشكيلية من الجامعة اللبنانية. نعم. عمل فن النحت، درس كمان بمشغل خاص.
شارك بأكثر من 20 معرض في العديد من الدول. نعم. اسم اللوحة يلي أهديها لإلك داني جدعون اسمها البحث عن الأمل، بتعبر عن قساوة الزمن يلي بيلازم كل إنسان، هالقساوة اللي بتلازم كل إنسان، وبرأيه لداني كل إنسان لازم يقطع بهالقساوة ليوصل لبر الأمان بالزمن. تعمل حالي أنا خبير وناقد يا بي، شو بكون أنا بظلم وبظلم حالي، بس اللي لفت لي نظري أنا هالزورقين وعم بيقتفوا. نعم. كأنه الأخ جدعون. نعم داني جدعون. داني عرفني بحب صيد السمك، فهلأ بدي أخذ المقداف من اللوحة واستعمله للقصبة، وشكراً على ذوقك الحلو. شكراً، تفضل. طبعاً هي رسم أرقى مني بكتير ومن رأيي. لا بالعكس بالعكس. لا صدقاً هيك. بحييك هو، ورح أعطيك رقم تليفونه تتصل فيه. شكراً. وتحكي تفضل. يا رب سترك ورضاك يا رب. أوصي بأغنية اللبنانية من بعدي لي، أوصي فناناً واسمه كذا بأن يحذر من غدر الزمن، أوصي وحيدي أمير بأن أبوح بسر لأول مرة وهو أنني. إذن أوصي بأغنية اللبنانية من بعدي لي، أوصي فنانا واسمه كذا بأن يحذر من غدر الزمن، أوصي وحيدي أمير. ليش فنانة واحدة؟ بس من دون حكي لو سمحت هون سمير يزبك، لأنه ما لازم المشاهدين يسمع. هيدي الأغنية اللبنانية من بعدك لي. بحطي ايه هون؟ ايه لي لا لا هيدي اللي كتبينها نحنا. أوصي فناناً واسمه كذا بأن يحذر من غدر الزمن، شو اسمه؟ أوصي وحيدي أمير بأن أذكر المشاهدين بأنه حلقة الغد من أكيد أكيد مايسترو ضيفي هي النجمة اللبنانية إليسا. نستناكي إليسا بكرة بحلقة أكيد أكيد مايسترو. اليوم 19 الساعة هلأ. الساعة هلأ مشلي بالساعة. قدي الساعة؟ 12:03 صرنا 20. اي لا بس بدناك نحن حلقة 19. سامر يزبك، تؤمن انه كاتب بوصي يعني كاتب وصيه او مسجل شيء عامل شيء يعني بالصوت او بال لا على الماء؟ لا هلا عم يطلع بعدنا عم يسمعونا الجمهور. ايه عم يسمعونا؟ لا ما عندي شيء انا. واذا عم يسمعونا؟ اذا ما عم يسمعونا لا يعني اذا عم يسمعونا يعرفوا ما عندي ابدا. سلم امر للرب وربنا متمالله بريد إن شاء الله. بتخاف من الموت سمير يزبك؟ الإنسان بخاف من عمله، الموت حق علينا. إذا عملك خيرة شو أحلى شي فخور بحالك بهالدنيا؟ بشو فخور بحالك أكتر شي؟
باللي وقفوا جنبي وساعدوني وفخور بابني بنجاحه بأمير. نعم بأمير ابنك أمير. اي نعم. وشو كمان؟ وفخور ببلدي ومن إنجازاتك وفخور أنت وفخور بكل بلاد العربية اللي زرتها وأكرمتني بعتبرهم كمان مثل أهل بلدي. ومن إنجازاتك أنت بشو فخور؟ أنت من إنجازاتك أنت بشو فخور؟ شو بعمل؟ بشو فخور؟ من إنجازات اللي عملتها؟ ما عملتها الإنجازات العظيمة يعني أنا على قدي بس يعني قلبي فرح بعدة أعمال عملتها وقلبي حزن بعدة أخطاء ارتكبتها بحياتي. تفضل معي. باليمين لازم معلق. أيوة هم تطس إيدك هم أيوة بعدين على اللوحة الصفحة. نعم بعدين زحطي ما عليه هاي بصمتك خليني أعملك إياها. يعني شو؟ خلي عليك. شو الأخطاء اللي ارتكبتها سمير يزبك بحياتك؟ عديدة كثير. طيب وبخجل إني أقولها. أها وفي شغلات بتخجل بس نتعلم منها. بتعلم وبعلم ابني إنه يبعد عنها. وهي الشغلات بتطلع حساسة عيوني. نعم عرفت مني كيف خي نشان؟ في شغلات يعني بلا مؤاخذة حلو انك تحفظ بنفسك وتعلمها لابنك. مش دائما كل شيء يعني ما كله ما يعلم يقال. كل فنان عنده نزوه. انا مرقت بنزوات ايش لكم كذا اخترها مرقت وراحت الحمد لله يا رب. ضمدي هيك ها. ايوه والتاريخ كمان 19 عفواً 2000 2006 عفواً بعد الفاصل وجهاً لوجه وقلباً لقلب مع سمير يزبك. الفقرة الأخيرة هيدي معك أيها الكبير من لبنان سمير يزبك. 6 أسئلة نبدأ بأولها. بابتعادك سمير يزبك عن الساحة أي لون غنائي هذه الساحة فقدته؟ لا ما فقدت نضاف إشياء بتتناقض في تناقض كبير. أما الأغنية موجودة بعرض. تاني سؤال شو ركبين بالطيارة؟ أيوة أنا أدخيلها أكثر. سمير يزبك بالمطلق لما حالة الفنانين تتراجع بيكون حل من اثنين أو الفن غدار أو الفنان أساء استخدام الفن وموهبته. اختار بين اثنين. اثنين غلط طرحهم انا برايي. قلي شو الصح. لا يمكن تقول عن فنان ويكون غدار وحده. اثنين الزمن مثل التأس يوما معك ويوما عليك. ثلاثة اذا عرفت حفظت عن النعمة اللي الله عطاك اياها تستمر. الفنان المضبوط يعني يعمل للفن وليس للتجارة. في كثير في فرق. السؤال الثالث مستقبل الفنان أو الإنسان بشكل عام بس فلوس؟ لا تكون قاسيا فتكسر ولا طريا فتعصر لينا فتعصر. في بي وأم بيقدروا علموا أولادهم بدون فلوس أو يجيبونهم كتب. اسمح لي كمل. تفضل.
أو يأكلوا ويشربوا، أو كهربتهم تندفع مرتين، أو ميتهم مرتين، أو تنكة البنزين ب24-25 ألف، تنكة المزود رح تصير ب20 ألف. منين بده يجيب الإنسان؟ مادة الإيد صعبة، واسألني لألي عنها كتير صعبة. ليش كانوا يقولوا خبي قرشك الأبيض لنهارك الأسود؟ فيك تعمل المعروف وتجاوبني؟ عيوني مرة عم تشتي، مرة تلج، ساعة بيرجع بيجي الربيع، بيرجع بيجي الصيف، بيرجع بيجي الخريف. وحياة الإنسان هيك، بده يمرق بالأربع فصول هي، وهو حظه وهو قدره. والأكثر من هيك، إذا هو دير بيره لحاله ومتكل دائما على الله، بتكون أغلاطه أخف بكتير من غيره. أي فصل عشته أكثر شيء؟ كل حياتي فصل وفصول، كل حياتي كل فصل لعب دوره. اليوم أي فصل؟ طفولتي. اليوم أنا بالخريف عيوني. أنت بالخريف بس عم بتقول الحياة إنسان كشكل، عم بتقول كجسد. الحياة، الحياة بتخليك إنك تخضع لفصول، مرة تلج، مرة لو وصلك على سؤالك واضح. أنا اليوم بشكلي بخريف العمر، أما بصوتي أنا بدي أسألك رأيك. ربيع مزهر. تعرف بقلبي شو في؟ قد ايه عمر قلبي؟ أنا بحس قلبي عمره 20. قلت لك رجعت روح لإلي، عندنا محضرت هالفنانين العظماء عم بيغنوا لي أغاني، فرجعوا كمان بفضل الله بعتهم بحياتي ليرجع يعطوني أمل. كتير صعبة تلاقي حالك مغيب بقلب بلدك، كتير صعبة، وكير قلبك بيحزن إلى أبعد حدود الدنيا. وما نجي نعرج هلا ونخترع اختراعات. وبرجع بقول بجاه الشهر الفضيل، الله يسمحهم، الله يسمحهم، الله يسمحهم. سؤال، أي صوت اليوم بيذكرك بشبابك من جيل الشباب الصيحة اليوم؟ من جيل اليوم صوت معين شريف. سؤال، بدك تقول بعد شيء؟ نعم. كنت بدك تقول شيء بعد تضيف؟ اسم واحد. ملحم زين. بتمنى لهم التوفيق من كل قلبي. نحيي معين وملحم. نعم. سؤال خامس، تجربتك الفنية سمير يزبك شبيهة بتجربة أي فنان بالعالم العربي؟ كلها من كل الزوايا، من كل المناحي، كل الزوايا تعلمت وعلموني. الله يرحم اللي مات منهم، والله يطول بعمر البعض طيب منهم. حياتي الفنية هي درجة درجة، والفنانين الكبار اللي كانوا عبره بحياتي أمثال مطرب المطربين الأستاذ وديع الصافي، الأستاذ محمد عبد المطلب الله يرحمه حضرني وحكي عني، الأستاذ كارم محمود، الأمير المرحوم فريد الأطرش، مطرب الأمراء والملوك الله يرحمه محمد عبد الوهاب، الأميرة أسمهان، فايز أحمد الله يطول بعمر السيدة نجاح سلام يا رب، وإن شاء الله نحييها لنجاح سلام. الشهر يكون شهر فضيل عليها هالأخت الغالي، إن شاء الله حجة وحجابة يكونوا بي 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 بالمحبة والإيمان، وبتمنى لها الصحة والعافية. أخت غالي 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 سيدة نجاح سلام، من الأصايل من الأصايل. الله يرحم فايز أحمد، ليلى مراد، محمد أنديل، كارم محمود، كل هالكبار، عبد الغني السيد، هودي كانوا مدرسة لي بحياتي. هالعمالقة هاو، محمد فوزي الله يرحمه، سعاد محمد الله يطول بعمره، الله يرحمه ويطول بعمره. لاحظوا كيف هالزور. بس أنا سؤالي كان يعني خليني أعيده، تجربتك أنت شبيهة بتجربة مين؟ تجربتي مع الفنانين يلي عايشوا أو سميتوا كلهم الله يرحم عبد الحليم. تجربتي أكتر شيء أكتر شيء أكتر شيء أكتر شيء كانت مع الأستاذ وديع الصافي، وبعرف قديش عانى بحياته ولم يزل يعاني الأستاذ وديع الصافي، الذي هلك ويطلب من كذا عهد أنه حرام
ثم حرام ثم حرام ما يكون عندنا نحن نقابة مهنية يا جماعة الفنانين، حرام ما يكون عنده الفنان ضمان، حرام. فأتوسل إليكم وبتوجه لرؤسائنا الأجلاء أنهم يرحموا الفنان اللبناني ويأسسوا له نقابة مهنية. آخر سؤال، آخر سؤال تفضل. أنت بتقول أنا سمير يزبك، الله يجيرنا من كلمة أنا، ربحت وكسبت من الحياة هالقد وغلطت بحق نفسي وحق فني هالقد، شو اللي ربحته وشو اللي غلطته وخسرته؟ أرباح كثيرة، نعمة الصوت، نعمة محبة الناس لإلك، بمحنتك الناس اللي وقفوا حدك وساعدوك بكل النواحي، والرؤساء الله يرحم السيد الرئيس حافظ الأسد تكون نفسه بالسماء، أول إنسان بحياتي وقف حدي وأكرمني بكل النواحي وحاول معالجتي بالنسبة لضغطي وأكرمني ببيت، والله يخلي له ولاده. شعب سوري شعب طيب كتير، بالأردن كرمت بحضور كمان جلالة الملك حسين الله يرحمه، الله يرحم، كنت عم غني بعرس ابن خاله ابن الشريف ناصر ابن خاله جميل، وكان بحضور كمان الملكة الله يرحمها، كرمت يعني غنيت في دار الأوبرا في إيران، غنيت بحدائق حمرابي، غنيت بدبي بالمارينا بأبو ظبي بالعين بأم الكوان، هؤلاء كانوا كلهم إكرام وكلهم يعني كانوا محبين وذكريات حلوة كثير بقلبي. أما أنا شو غلطت؟ أغلاط كبيرة كثير، بخجل إني أحكيها مثل ما قلت لك هونيك، ومن كل قلبي بقول يا رب تسامحني، والله سبحانه وتعالى أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأكرم المكرمين، والحمد لله يا رب. تحت الأسئلة بدي أسمع منك أغنية، ممكن؟ أغنيتين، ليشك بخيل هالقد؟ لا أغنية واحدة بس. لا اثنين أبديش. شو جاي طيب؟ طيب اثنين اثنين. شو؟ شو طلع عبالك تسمع؟ طلع عبالي اسأل علي الليل، كثير بحب هالغنية. الموسيقى غير صوت. يا رب من أحلنا شي أحا كمان. اسأل علي الليل يا حبيبي، اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعيني، وإن كان نسين الليل يا حبيبي، ضو القمر بيدلك علي، علي، وإن مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عن، وإن مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عن، والورد الدبلت بالفيم كلك وقعت من، وضاع الماضي شوي شوي وضاعت الدنيا من، وان مريت بهاك الحي ما تنسى تسأل عن، اسأل علي الليل يا حبيبي، صار له عمر غافي بعيني، وإن كان نسين الليل يا حبيبي، ضو القمر بدلك عليّ.
صغار كتبت لك اسمك مره لما كن ولاد صغار كتبت لك اسمك مره وحفرت عباب الدار وزرعنا ورد حمر وقلت لي لو مهما صار ما بنساك ولا مره وكبرت الورد بالدار وانت اللي ما بتتذكرني اسأل علي الليل يا حبيبي صار له عمر غافي بعيني وان كان نسين الليل يا حبيبي ضو القمر ضو القمر يا